بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بكل مشاهدينا في قناة الحياة. حلقة جديدة مع كورة كل يوم. النهاردة إن شاء الله حلقة عندي فيها مواضيع كتير هتكلم فيها، عندي مواضيع كتير هتكلم فيها النهاردة في حلقتنا، عن رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكورة في النادي الأهلي، مباراة الزمالك والنصر السعودي اللي كانت أول امبارح في السعودية في البطولة العربية في المرحلة الأخيرة أو المباراة الثالثة في دور المجموعات، وخروج نادي الزمالك بعد ما التعادل مع النصر 1-1، مباراة الأهلي والمصري وفوز الأهلي يعني باللحظات الأخيرة على المصري بعد ما كان المصري خلاص متقدم وهيكسب الماتش وجاب جون في الدقيقة 94 عن طريق مروان حمدي. يعني هنتكلم في الماتشين وهقول لكم بعض المعلومات كده عن الماتشين. عندي كمان موضوع كهربا هتكلم فيه، وموضوع الغرامة المالية وإيه اللي هيحصل في قصة كهربا. عندي أكتر من موضوع شيكابالا وموضوع التيشيرت مع رونالدو، هقول لكم بالظبط إيه اللي حصل ما بين رونالدو وشيكابالا وقصة التيشيرت، والتيشيرت رجع ما رجعش. يعني بعض الحاجات كده هنتكلم فيها النهارده، وهنقول لكم كمان الفرق اللي صعدت من دور الثمانية في البطولة العربية. النهارده كان في ماتشات، الشرطة العراقي النهارده تألق وفاز على السد القطري 4-2، والهلال كسب الاتحاد السعودي 3-1. البطولة طبعا قوية جدا البطولة العربية. خليني أبدأ أول حاجة بموضوع كابتن سيد عبد الحفيظ ورحيل كابتن سيد عبد الحفيظ. شفت طبعا على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا طبعا حب كبير من جماهير الأهلي لكابتن سيد عبد الحفيظ ورحيله من منصب مدير الكورة في النادي الأهلي. ويعني طبعا عايز احيي كابتن سيد عبد، وهي دي سنه الحياه، يعني مفيش حد بيقعد في منصبه طول الحياه، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ عمل نتائج وعمل اداء مميز جدا خلال الفترات اللي فاتت، ويعني خد كل حاجه مع النادي الاهلي سواء الموسم ده او المواسم السابقه، ومن المديرين الكوره اللي عملوا بصمه كويسه جدا طبعا داخل النادي الاهلي، وهو احد ابناء النادي الاهلي. حد هيقول لي طيب سيد عبد الحفيظ مشي ليه؟ إدارة النادي الأهلي ما تقدرش تغير سيد عبد الحفيظ غير لما يكون الكلام ده من كولر. يعني كولر قال لك ممكن بيتدخل في النواحي الفنية، وعايز أقول حاجة، إن أنا برضو بصفتي كمدير كورة ساعات وأنت قاعد، أنت راجل قديم في النادي، بتبقى عارف إمكانيات كل لعيب والفرقة دي عاملة إزاي ومين في النواحي الفنية على فكرة. وبعدين سيد عبد الحفيظ، كابتن سيد عبد الحفيظ مش مجرد مدير كوره وخلاص، لا ده راجل كان لعيب كبير في النادي الاهلي ولعيب في منتخب مصر وعنده النواحي الفنيه كويسه، وفي نفس الوقت مدير الكوره بيبقى موجود من اداره النادي عشان يذلل اي عقبات ممكن تكون عقبات فنيه. ان كولر كان لسه جديد في النادي الاهلي، فيه ما كانش لسه في بعض الفترات يعرف امكانيات اللعيبه بشكل كبير جدا. فانا شايف ان تدخل كابتن سيد عبد الحفيظ او ابداء رايه في بعض الامور الفنيه مع كولر حاجه مش عيب خالص، بالعكس ده مدير الكوره، ده لما بيكون واحد بحجم سيد عبد الحفيظ كلاعب قبل كده ومسؤول داخل النادي الاهلي بقاله فترات كبيره لازم يعمل كده، بس بشكل شيك او بشكل دون المساس بالمدير الفني او بدون ما يضايق المدير الفني، يبدي رايه ولو شايف حاجه ماشيه غلط يقول، ما هو ده دوره، ما هو الراجل مدير الكوره ده خلي بالكوا، يعني مش عشان انا مدير كوره بس، هو مدير الكوره كل النادي فوق دماغه، كل المشاكل فوق دماغه، لو مشاكل لعيبه هو المسؤول عنها، لو مشاكل جهاز فني هو المسؤول عنها، مستحقات لاعبين هو الواصله مع الاداره، اللبس، المعسكرات، النتائج، كل حاجه هو مسؤول عنها، علاقه المدير الفني بالاداره هو الوسيط دايما، مدير الكوره هو اللي بيذلل، هو المسؤول عن الجهاز الطبي والجهاز الاداري، مدير الكوره هو يعني مفروض حلقة الوصل في كل شيء، وهو مسمينه مدير الكرة لأن هو بيدير الفريق كله، من بقى لعيبة، من جهاز فني، من جهاز طبي، من جهاز إداري، من عمال، مسؤول عن كل حاجة، مسؤول عن، طبعا بيبقى فيه تحتيه ناس إداريين شغالين وبيساعدوه وبيعملوا كل واحد ليه وظيفة وكده، لكن هو بيدير كل حاجة. فأنا بحيي كابتن سيد عبد الحفيظ إن هو الراجل أدى مهمته بكل نجاح، وعايز أحط تحت نجاح دي 10 خطوط، أدى مهمته بكل نجاح. في ناس تختلف على أسلوب سيد عبد الحفيظ، في ناس اعتراضاته على الحق، يعني إحنا كبشر مفيش حد فينا كامل، ممكن كل واحد بيستخدم أسلوب معين عشان ينجح شغله، في حد ممكن يعمل ضغط على كذا ممكن كذا، لكن كل واحد ليه الصفة بتاعته وليه سماته الشخصية، وكل واحد بيعرف إزاي ينجح نفسه أو يستخدم
شخصيته في نجاح مهمته. فبقول بحيي كابتن سعد عبد الحفيظ انه خد حب جماهير النادي الاهلي. ليه؟ عشان هو نجح في مهمته بشكل كبير جدا على اجهزه مختلفه، بدايه من فايلر لموسيماني لكولر، الراجل البرتغالي ده اللي كان موجود قبل كولر، يعني الراجل اشتغل بكل اخلاص، خد بطولات كتيره جدا كتيره جدا، نجح في اداره ملفات، وفي بعض الحاجات هتلاقيها مش عايز اقول فشل فيها، ولكن في مشاكل بتحصل في اي فريق في الدنيا واي نادي كبير زي النادي الاهلي، اكيد هيبقى في مشاكل وفي اخطاء بتحصل، ما احنا بشر كلنا، ما حدش كامل يعني، ما يعني سواء سيد عبد الحفيظ او غيره او غيره في اي منصب، لو مدير كوره او مدير فني او رئيس نادي او امين صندوق او عضو مجلس اداره، فلازم يبقى في اخطاء، مفيش حد كامل، لكن المجمل نجاح سيد عبد الحفيظ، المجمل نجاح. فبحييه على مشواره الرائع مع النادي الاهلي، وهي دي سنه الحياه. انا بقول لكم من وجهه نظري اداره الاهلي ما تاخدش قرار زي ده الا لما يكون المدير الفني طلب كده. فهي دي الكوره ومفيش مشكله، مع عادي كلنا بنمشي وكلنا بنيجي، والمدربين بيمشوا والمدربين بتيجي واللعيبه بتمشي واللعيبه بتيجي. فبحيي كابتن سيد عبد الحفيظ مره اخرى، وبقول ان هو ادى دوره بنجاح وباخلاص وبحب وبجهد وبتعب ويعني كل حاجه وتضحيات، كل حاجه عملها بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي. فبنحييه زي ما كل الجماهير انا شايف بتحييه، وحتى في ناس زعلانه جدا من رحيل كابتن سيد عبد الحفيظ، ونتمنى ان شاء الله الكابتن خالد بيبو التوفيق. برضه كابتن خالد بيبو نجم كبير من يعني، بس كابتن سيد عبد الحفيظ يختلف شويه، ان كابتن سيد عبد الحفيظ هو احد ابناء النادي الاهلي يعني منذ الناشئين. كابتن خالد بيبو كان بيلعب في السويس وبيلعب في الاسماعيلي وجه النادي الاهلي وتالق طبعا وعمل مواسم رائعه كلاعب في النادي الاهلي. فنتمنى الكابتن خالد بيبو ان شاء الله التوفيق في مهمته القادمه كمدير للكوره في النادي الاهلي. كنت بتكلم على لاسارتي ولا كان في راجل برتغالي اللي كان موجود قبل كولر على طول، سواريش، ريكاردو سواريش، شو ما عادش كتير مع الاهلي فنسيت اسمه يعني. فكابتن سيد اشتغل مع ناس كتيره جدا. كمان اداره الاهلي وجهت الشكر للكابتن الدكتور احمد ابو عبله طبيب النادي الاهلي، وبرضه يعني اداره الاهلي شايفه ان هو خلاص مهمته انتهت. وعلى فكره مش لازم لما يكون حد بيمشي من منصب ان هو فشل، لا، ممكن يكون في وجوه جديده، اعطاء فرصه في سياسه او فكر جديد عايزين يشتغلوا بيه خلال الفتره القادمه، ما يتناسبش مع الاشخاص الموجوده. فمش شرط ان حد مشي من منصب يبقى هو فاشل، لا بالعكس، يعني كابتن سيد عبد الحفيظ وهو ماشي من منصبه ده هو ناجح بكل المقاييس، مش هقول 10 على 10، هقول 100 على 10. فبنحيي برضو زي ما قلت الدكتور احمد ابو عبله على مهمته خلال الفتره اللي فاتت مع النادي الاهلي، وسامع برضو ان لسه في تغييرات تانية في الجهاز الفني، مش عايز اقول اسماء، انا عارف في تغييره او تغييرتين في الجهاز الفني للنادي الاهلي خلال الفترات القادمه، هتشوفوا برضو تغييرات اخرى خلال الفتره القادمه في الجهاز الفني للنادي الاهلي، افتكروا كلامي يعني، بس مش هقول لكم ايه يعني مين الاسماء دلوقتي، هتعرفوها خلال الفتره القادمه. ده بالنسبه لموضوع كابتن سيد عبد الحفيظ. طيب بالنسبه لموضوع كهربا، احنا قلت لكم الاسبوع اللي فات ان كهربا كان اخر ميعاد يدفع فيه الفلوس لنادي الزمالك يوم الاربع او الخميس الصبح قبل جلسه الفيفا الاتحاد الدولي، ولو ما دفعش كهربا يتوقف، لو ما دفعش كهربا يتوقف. دلوقتي احنا مستنيين الخطاب، ان الجلسه كانت يوم الخميس، فمستنيين الخطاب الايقاف بتاع كهربا هيجي من الاتحاد الدولي، كهربا هيتوقف يعني بشكل نهائي، قرار نهائي، انا ادام ما دفعش والزمالك ما دخلوش اي فلوس خلال الفتره اللي فاتت هيبقى ايقاف 6 شهور. طيب كهربا ليه ما دفعش الغرامه، او النادي الاهلي او كهربا ليه ما دفعش الغرامه اللي هي اللي موقعه على كهربا؟ ليه؟ اولا احنا دلوقتي في فتره راحه، مفيش ماتشات، كهربا كده كده موقوف من لجنه المسابقات او من لجنه التظلمات، اعتقد لجنه صح الانضباط، 6 ماتشات في الموسم الجديد، فكهربا الفتره الجايه مش هيلعب. والحاجه الاهم بقى بالنسبه للاهلي ان كده كده مفيش ماتشات خلال الفتره القادمه، فاداره الاهلي
انا بقول لكم بقى كلام عشان محدش يقول لك ده كريم بيقول مش، لا ده كلام مؤكد. اداره الاهلي مش عايزه تخلي كهربا يدفع الغرامه دلوقتي عشان الزمالك ما يستفدش بالفلوس دي ويفك القيد ويجيب صفقات. انا بقولها لكم كده يعني ايه بالبلدي، اداره الاهلي مش عايزه كهربا يدفع الفلوس دلوقتي لنادي الزمالك عشان احنا دلوقتي مفيش ماتشات، فمش مشكله كهربا يتوقف دلوقتي، ما كده كده مفيش ماتشات، وكمان ان كهربا او الزمالك ما يستفدش بالفلوس دي، الغرامه دي اللي هي داخله دلوقتي في 70 80 مليون جنيه بالغرامات بقى والتاخير والفوائد والكلام ده، فالزمالك ما يستفدش بالفلوس دي ويجيب صفقات خلال فتره الانتقالات الحاليه. ان كده كده يوم 31/8 لا احنا عندنا القيد هيقفل 14/9 14/9 وكده كده كهربا موقوف 6 ماتشات في الموسم الجديد، فقال لك ما تدفعش الغرامه دلوقتي للزمالك عشان الزمالك ما يستفدش بالفلوس. ماشي. طيب هل لو كهربا انا بقول لكم الخطاب جاي من الفيفا ممكن بكره او بعده بايقاف كهربا 6 شهور، ده بشكل مؤكد ان كهربا ما دفعش الفلوس. طيب لو كهربا دفع الفلوس في اي وقت الايقاف يتفك، الايقاف يتفك ويقدر يلعب داخل النادي الاهلي؟ يقول لك اه لو كهربا دفع الفلوس في اي وقت الايقاف بتاعه يتلغي على طول، بس يدفع الفلوس حتى لو توقف 6 شهور. داخل نادي الزمالك وجهه نظر اخرى، احنا عايزين برضو نسال في قصه الناحيه القانونيه في الموضوع ده. داخل نادي الزمالك يقول لك لا، حتى لو كهربا دفع الفلوس والاتحاد الدولي كان خد القرار بايقافه، كهربا ما يلعبش، يكمل الايقاف 6 شهور. لكن اللي انا عارفه او الاقرب ان كهربا اول ما يدفع الغرامه هيلعب. اول ما يدفع الغرامه الاتحاد الدولي هيفك القيد، ان الاتحاد الدولي الهدف بتاعه ايه؟ ان هو عايز ياخد الغرامه واللعيب ما يتوقفش، ان دايما الاتحاد الدولي بيبحث عن مصلحه اللاعب ان هو لازم يلعب. فده الكيس او الموضوع بتاع كهربا. كهربا ما دفعش الفلوس قبل يوم الخميس اللي هو اول امبارح. الاتحاد الدولي، انا بلخص لكم الموضوع، الاتحاد الدولي يعني بعت، هيبعت جواب، الجواب في الطريق ممكن بكره او بعده يوصل اتحاد الكوره ان كهربا موقوف 6 شهور بسبب عدم دفع غرامه نادي الزمالك. الكهربا ما دفعش الفلوس لسببين، ان ما عندوش ماتشات خلال، احنا في فتره راحه ما عندوش ماتشات دلوقتي، وكده كده هو موقوف في اول 6 ماتشات في الدوري. تاني حاجه عشان يعني يصعب الامور على نادي الزمالك، الزمالك ما ياخدش فلوس الغرامه بتاعت كهربا وياخد يشتري بيها لعيبه او يعمل صفقات خلال الفتره القادمه. ده يعني وده قرار نهائي، خلي بالكم القرار اللي هيجي ده من الاتحاد الدولي الفيفا في موضوع كهربا قرار نهائي غير قابل للاستئناف. فانا بشرح لكم ايه الموقف بالظبط زي ما وصل لينا، او الموقف الحالي لموضوع كهربا. لا مش مشكله، انا يعني لما يجي القرار نبقى نزيع الجزء اللي انا قلته قبل كده. ماشي ماشي. طيب موضوع المهاجم بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي الفتره اللي فاتت عامل محاولات مستميته مع اداره نادي هيونداي الكوري الجنوبي عشان المهاجم سوزا، ولكن اداره هيونداي رافضه تماما بيع سوزا. بيقول لك ان احنا يعني هم هناك هيونداي في كوريا الجنوبيه ما جابوش مهاجم تاني يعوض رحيل سوزا، فبيقول لك ما اقدرش افرط في سوزا وانا ما عنديش مهاجم تاني، ما اشتريتش مهاجم تاني. فبدا النادي الاهلي يعني ايه بقى يحس ان الموضوع صعب قوي بتاع سوزا مهاجم هيونداي الكوري الجنوبي، فبدا يروح للاعب المغربي حمزه الهنوري اللي احنا كنا قلنا عليه قبل كده برضو من ضمن المرشحين للاهلي يتعاقد مع حمزه الهنوري. ده مين؟ مهاجم نادي الفتح الرباطي المغربي. ولما جه رضا سليم، لما جه رضا سليم لاعب الاهلي دلوقتي اللي هو لاعب الجيش الملكي والاهلي تعاقد معاه، اداره الاهلي سالوه على حمزه الهنوري مهاجم، قال لهم ده مهاجم كويس جدا جدا جدا. فبدات دلوقتي الاتجاهات الاهلي للتعاقد تبعد عن سوزا بسبب رفض اداره نادي هيونداي الكوري الجنوبي لبيع سوزا، وبداوا يركزوا مع حمزه الهنوري مهاجم الفتح الرباطي المغربي. ده موضوع سوزا، وزي ما قلت لكم فريق هيونداي ما جابش مهاجم تاني عشان يعوض، فقال لك انا همشي المهاجم الاساسي بتاعي وانا ما عنديش مهاجم.
ف يعني مرخمين مش عايزين يسيبوا سوزا للنادي الاهلي، والاهلي بدا يروح لحمزه الهنوري اللي هو المهاجم المغربي مهاجم الفتح الرباطي، بقى هو دلوقتي اقوى المرشحين للانضمام للنادي الاهلي. طيب ده موضوع المهاجم بتاع النادي الاهلي. طيب نروح بقى لقصه شيكابالا ورونالدو وتبادل التيشيرتات والقصه. انا عاجبني جدا، عاجبني جدا الموضوع ده، وعاجبني ان رونالدو القيمه الكبيره رايح لشيكابالا. رونالدو اعظم لعيب في العالم، هو ليونيل ميسي، رايح لشيكابالا كابتن نادي الزمالك بيقلع التيشيرت. معاكم الفيديو يا جماعه، هاتوا لنا الفيديو بتاع رونالدو وشيكابالا عشان الناس تشوف انا بتكلم على ايه. ورونالدو بيقلع التيشيرت ورايح، هو اللي رايح عند شيكابالا، يعني رونالدو رايح عند الدكه بتاعت الزمالك عند شيكابالا وبيقلع التيشيرت بتاع النصر الاصفر وبيديه لشيكابالا، وبعدين شيكابالا راح قلع تيشيرت الزمالك ومديه لرونالدو. فدي حاجه رائعه جدا جدا جدا. وحتى تصريحات رونالدو بعد المباراه بيتكلم على الزمالك بشكل كويس جدا، قال لهم الزمالك فرقه قويه وفرقه مميزه جدا وصعبوا مواجهتهم وصعبوا الامور علينا داخل المباراه، لولا الهدف اللي احرزه رونالدو كان الزمالك صعد الى دور الثمانيه يعني بعد مباراه صعبه. فالمهم بعدين قال لك ايه، في ناس قالت ايه على السوشيال ميديا، قال لك طب ازاي هو شيكابالا بعد كده طلع المؤتمر او اللقاء اللي عمله في التلفزيون هناك في التلفزيون السعودي بتشيرت الزمالك، طب ازاي؟ وهل شيكابالا رونالدو جه خد منه التيشيرت تاني او بعت حد ياخد منه؟ في ناس قالت كده، قالت ان شيكابالا ادى التيشيرت بتاعه رونالدو تيشيرت الزمالك، طب بعديها راح صور ازاي بتشيرت الزمالك؟ فالقصه في ايه؟ القصه بعد ما شيكابالا خد التيشيرت من رونالدو وشيكابالا ادى رونالدو التيشيرت، كان في لقاء تلفزيوني طلبوا يعني هناك القناه السعوديه الاس اس سي طلبوا ان هم يصوروا لقاء مع شيكابالا، فشيكابالا راح جايب التيشيرت بتاعه بتاع الزمالك البديل، مش اللي اداه لرونالدو، لا التاني بقى اللي هو البديل اللي بتاع الزمالك، كل لعيب يبقى عنده تيشيرتين ثلاثه اثناء المباراه يعني. فراح واخد لابس التيشيرت الابيض وراح مدي التيشيرت بتاع رونالدو اللي عامل غرفه الملابس، قال له حط دي في شنطتي عشان الناس فاكره ان رونالدو جه خد منه تيشيرت تاني. فلا يعني دي كان موقف انا شايفه حلو قوي، وشايف رونالدو بيتكلم كويس جدا على الزمالك بعد المباراه، وهقول لكم من وجهه نظري اسباب خروج الزمالك من البطوله يعني. ويعني حتى النهارده شيكابالا مخلي ابنه يتصور بالتيشيرت بتاع رونالدو، يعني تيشيرت رونالدو مع شيكابالا. فبرضه في حاجة يعني بشكل غير مباشر ما بين شيكابالا ورونالدو. رونالدو في بدايته كان بيلعب في نادي سبورتنج لشبونة في البرتغال، كان في ناسيونال ماديرا اللي هي الجزيرة بتاعت اللي اتولد فيها رونالدو، وبعدين انتقل لسبورتنج لشبونة وهو صغير في الناشئين، وبعدين طلع فريق أول، وبعدين في 2003 انتقل من سبورتنج لشبونة إلى مانشستر يونايتد، وبعدين في 2009 كريستيانو رونالدو انتقل من المان يونايتد الى ريال مدريد في 2009 وقعد بقى في ريال مدريد. رونالدو كان بيلبس رقم 7 في صوره يا جماعه شيكابالا يعني متصورها في سبورتنج لشبونه وراه الصوره بتاعت رونالدو ولويس فيجو. فيعني عشان ما لخبطكوش، كان شيكابالا انضم لنادي سبورتنج لشبونه سنه 2014، وكان اتنين عظماء لعبوا في نادي سبورتنج لشبونه بيلبسوا رقم 7، كريستيانو رونالدو ولويس فيجو. لويس فيجو طبعا النجم البرتغالي الكبير كان بيلبس رقم 7 في سبورتنج لشبونه، ورونالدو بعديه وهو صغير يعني من طلع ولعب درجه فريق الاول في سبورتنج كان بيلبس رقم 7. فلما شيكابالا انتقل في 2014 لسبورتنج لشبونه، إدارة سبورتنج لشبونة قالت لك إحنا جايبين لعيب مهاري جدا ولعيب حريف جدا ولعيب بنتوقع له مستقبل كبير، فهنلبسه تيشيرت رقم 7 زي رونالدو وزي لويس فيجو. فساعتها حتى هناك في الأندية الكبيرة في العالم بيبقى دايما في تيشيرت كده بيلبسه العظماء، الرقم 7 كان هو رقم التيشيرت اللي كان العظماء في نادي سبورتنج بيلبسوه سبورتنج لشبونة، رونالدو وقبليه لويس فيجو. فبيقول لك ساعتها كان قعدوا فتره كده ما حدش بيلبس رقم 7 عشان ده التيشيرت ده بتاع رونالدو وبتاع لويس فيجو، لما جه شيكابالا
اداره سبورتنج لشبونه لبست رقم 7 لسبورتنج، لبست رقم 7 لشيكابالا وبلغوا، قال لك ساعتها بلغوا رونالدو. بص اهي الصوره دي، كان بص ورا اهو سبورتنج لشبونه ده رونالدو وراه اهو ولويس فيجو، هم صغيرين وهم بيلعبوا في سبورتنج لشبونه. فبيقول لك اداره سبورتنج لشبونه في 2014 قالت لك احنا جايبين لعيب جامد قوي اللي هو شيكابالا، فهنلبسه رقم 7، ان اللعيب ده عنده مهارات ولعيب كويس، فيعني هنلبسه رقم 7 زي رونالدو وزي لويس فيجو. وبيقول لك ساعتها كلمه رونالدو، اداره لشبونه كلمت رونالدو كلمت لويس فيجو واستاذنوا منه، قال لهم احنا جايبين لعيب جامد جدا هنلبسه رقم 7، وساعتها رونالدو وافق. فدي يعني العلاقه الغير مباشره، او يعني موقف حصل قبل كده. فانا شايف ان الموضوع رائع جدا، ان كريستيانو رونالدو يعني بيقدر نادي الزمالك بشكل كبير جدا، وبيقدر كابتن نادي الزمالك، وهو ده احنا دايما بنشوف اللعيبه هي اللي بتروح تجري ورا رونالدو عشان تاخد منه تيشيرت، وساعات رونالدو يقول لهم طب جوه في اوضه اللبس، لا المره دي رونالدو هو اللي رايح لشيكابالا وبيقلع التيشيرت وبياخد تيشيرت. الناس طبعا في الجماهير اللي هي مش زملكاويه بتتريق تقول لك انتوا مكبرين الموضوع، ايه المشكله ما يحصل لا دي حاجه حلوه. ماشي، دي قصه شيكابالا. طيب خلينا نروح للاستاذ عامر العميره خبير اللوائح الرياضيه، ونشوف قصه كهربا، وبعدين هكلمكم على الزمالك في البطوله العربيه واوزوريو اللي انا يعني متغاظ منه جدا، يعني انا بقول ان هو السبب الرئيسي في خروج الزمالك من البطوله العربيه. خلينا بس نروح للاستاذ عامر العميره ونشوف قصه كهربا، عشان برضه يبقى جايبين خبير اللوائح هو اللي يقول لنا برضه، عشان هو بيفهم اكتر مننا في قصه اللوائح والعقوبات والشكاوي والحاجات دي. يا استاذ عامر ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. ازيك يا استاذ كريم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كنت من شويه بحكي قصه كهربا كده، فعايزك تصلح لي. قلت ان كهربا كان لازم يدفع الغرامه قبل يوم الخميس اللي فات، اللي هو كان الجلسه الاخيره من الاتحاد الدولي عشان يشوف كهربا دفع الغرامه ولا لا، وقلت ان كهربا ما دفعش الغرامه وبالتالي هيجي له ايقاف 6 شهور. وعايز اعرف بس نقطه، ان لو كهربا دفع الغرامه في اي وقت الايقاف يعني الايقاف يتشال، ولا الايقاف مستمر حتى لو غرامه، حتى لو كهربا دفع الغرامه؟ طيب مبدئيا كده انا عايز بشكل مختصر كده نسهلها على الناس. طيب. على المشاهدين يا استاذ عامر. طيب. مبدئيا كده بس عاوزين نوضح نقطه صغيره. اتفضل. في فرق بين حاجه اسمها ايقاع العواقب، اللي هو تنفيذ العواقب اللي بتبقى مكتوبه في القرار، وقرار طالع جديد من اللجنه التاديبيه، اللي ده كان لجنه تم اختاره باجراءات تاديبيه فهيطلع قرار. طيب ايقاع العواقب ده زي اللي حصل مع الزمالك في سبورتنج لشبونه. اه. مجرد انتهت المهله تم ايقاف القيد. طيب. حصلت مع تشيبيونج، خلصت المهله، الزمالك كان مقدم استئناف ما دفعش الرسوم فاستئنافه اترفض، فالمهله خلصت تم ايقاع العواقب. تمام. نفس الكلام حصل مع ديانج. ديانج ايقاع عواقب، خلصت المده، تم اصدار قرار ايقافه 6 اشهر عن اي نشاط من 7 يوليو ل 6 يناير. مجرد ما دفع ديانج حصل ايه؟ تم رفع الايقاف. تمام. ماشي، دي اول حاجه. طيب كهربا، كهربا لسه القرار ما صدرش، الناس كلها بتقول 6 اشهر بناء على القرار السابق بتاع فبراير الماضي. تمام. فالناس بتقول اللي هو هيتواجد 6 اشهر، ده قريب من الحقيقه اللي هتحصل. لسه القرار لغايه اللحظه اللي بنتكلم فيها ما تبلغش للاطراف، المحامي بتاعه ما وصلوش حاجه. انا عرفت ان الاتحاد الدولي يعني القرار هيبقى يعني الخطاب خلال 2 3 هيكون موجود في الاتحاد الكره المصري بايقاف كهربا 6 شهور. تمام. اي قرار بيصدر من اللجنه التاديبيه فيجوز الاستئناف عليه. تمام. دي اول نقطه. فالقرار حتى القرار ده ممكن برضه مش قرار نهائي، ممكن يتم جميع استئناف عليه. قرارات اللجنه التاديبيه وغرفه تسويه المنازعات واوضاع اللاعبين والوكلاء ده تبقى درجه اولى اللي القرار ده بيجوز الاستئناف عليه. تمام. دي اول نقطه. ثاني نقطه، هيتم منح مهله للسداد. ثاني؟ ما كانوا مدين مهله للسداد اولانيه. هتبقى حوالي 30 يوم بفرض ما خدش مهله بالقرار مثلا، بس ده انا واثق هياخد مهله، ما خدش مهله كهربا مش هيدفع، هو ايقاف لحين السداد، مش هيدفع غير لما القيد يقفل. اللي هو بعد يوم 20، كلام مش يوم 14، عشان انت القيد مصر هيقفل يوم 20. 20/9؟ اه. فهو ليه هيعمل كده؟ ده لو مش ناوي يستأنف. لا، القيد في مصر كان اخر حاجه 14/9. لا 20 ده في السيستم. مدوها؟ لا مش مدوها، اللي بيتم ايه؟ انت في السيستم اخرك 20. اه. اتحاد الكوره
بيعمل 14. درجه اولى أيوة. يوم 14 تابع أيوة. كده ليه؟ عشان اللعيبه اللي مش هيتم تسجيلها درجه اولى يبقى عندها فرصه تسجل درجه ثانيه. اللي مش هيتسجل درجه ثانيه يوم 16 يبقى عنده فرصه يتسجل ثالثه. تمام، يبقى السيستم مفتوح لغايه 20 يعني. عشان اللعيبه ايه؟ ويجوز لاتحاد الكوره يمد بتاع الدرجه الاولى ل 20 بايده، ليه؟ اللي هو مبلغ في السيستم الاساسي زي ما مد كده القايمه من 5 ل 8. بالظبط. فيقدر يمدها ل 20. طيب. فبالتاكيد مش هيدفع غير بعد يوم 20 ده لو هيدفع غير بعد 20 9. طب لو القرار دلوقتي يجيب ايقاف كهرباء، وكهرباء مثلا عايز يلعب السوبر الافريقي ما السوبر الافريقي في النص الثاني من سبتمبر. انت ما عندكش نشاط 45 يوم. ما عندكش اي نشاط. طب ما ممكن المنتخب. المنتخب في 11/9 سبتمبر او 8/9. تمام، هو مباراه واحده. مباراه مع اثيوبيا. تمام؟ فهي مش فارقه كتير يعني. يعني كهرباء هيدفع الغرامه. طيب لو دفع الغرامه بيقولوا محامين. ده اللي بيقولوا محامين. طب لو دفع الغرامه بقى الايقاف يتفك على طول ولا يعني نفس الوقت نفس اللي حصل مع ديانج. ديانج القرار يعني بتاعه اول ما يدفع الغرامه الايقاف بتاعه يتفك. طيب هو ليه كل الايقافات دي بتبقى لحين السداد؟ اللي الاتحاد الدولي بيحس اللعيبه والانديه ايقاف القيد عشان يخليك تدفع. هو مش بيعاقبك. ايوه هو عاوز عايزك تلعب وعايزك كل حاجه بس عايز تدفع الفلوس. عاوز صاحب الحق ياخد حقه. تمام. فعشان ياخد حقه فده ايه؟ لغايه ما تدفع المبلغ اللي عليه بكامل الفوائد زي ما حصل مع زبالك. زمالك لو بكره دفع لسبورتنج او اتشيبيونج الموضوع هيخلص. بالظبط. تمام، يعني كده كهرباء هيتوقف ولكن اول ما يدفع الغرامه الايقاف يتفك. تمام تمام تمام. بيقولوا لي السوبر الافريقي 1/9. خلي بالك ما بين الاهلي واتحاد العاصمه. المدير التجاري بتاع الاتحاد الافريقي قال اللي في الجزء الثاني من سبتمبر. ثم كانوا محددين ميعاد كده 1/9 من ممكن يكونوا بقى اجلوه ثاني. اللي هو النص الثاني من سبتمبر. تمام تمام. بشكرك يا استاذ عامر. العفو. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عامر العمايره خبير اللوائح الرياضيه. ماشي، ادي قصه كهرباء احنا شرحناها كويس الحمد لله، وطلع كلامه متطابق للكلام اللي احنا قلناه من شويه. وخلينا نشوف ايه اللي هيحصل واحنا في انتظار الخطاب اللي هيجي من اللجنه التاديبيه في الاتحاد الدولي عشان ايقاف كهرباء. لكن الاستاذ عامر قال لك اي وقت كهرباء هيدفع الغرامه الايقاف بتاعه هيتفك يعني، ويقدر يلعب مع النادي الاهلي، وشبه الحاله بتاعته بموضوع اليو ديانج. ماشي، عايز اتكلم على الزمالك والنصر السعودي، وعايز اتكلم على الاهلي والمصري في الكاس. الزمالك والنصر السعودي، الزمالك عمل ماتش جامد جدا، بس اوزوريو يا جماعه عنده مشكله. اوزوريو عنده مشكله زي ما عمل في ماتش الشباب. اوزوريو ما بيعرفش يغير. اوزوريو بيلعب ماتشات كتير واوقات كتير من الماتشات بدون مهاجم. يعني في ماتش النصر الزمالك كان بادئ الشوط الاول كويس جدا وبيهاجم وضاغط، والنصر برضه بيهاجم وضاغط، يعني جيم مفتوح وجيم حلو، والزمالك قادر يقفل على رونالدو وعلى تاليسكا وعلى بروزوفيتش اللعيبه الجامده جدا اللي في نادي النصر. كان شوط رائع جدا. جه في الدقيقه 62 الزمالك جاب جول ضربه جزاء، واحمد سيد زيزو سجل الهدف الاول للزمالك، وقلنا الحمد لله الزمالك هيكسب الماتش والدنيا هتمشي بشكل كويس، وتبقى حاجه جميله جدا ان الزمالك يكسب النصر ويصعد الى دور الثمانيه. جه راح الاخ اوزوريو الفاتيه اللي بيعملها كل مره، معلش انا بقول يعني ما بحبش اقطع في مدرب كده، بس انا متغاظ منه. انا كنت عايز الزمالك يكمل في البطوله، والزمالك كان قادر على كده. الزمالك كان قادر ان هو يكمل في البطوله من ماتش الشباب السعودي وايضا مباراه النصر. فراح مطلع في الدقيقه 62 سيف الجزيري. طيب نزل مين؟ ما نزلش مهاجمين. برضه ناصر منسي قاعد بره، هو خلاص مش عايز يلاعب ناصر. اوكي ما تخرجش سيف الجزيري. الزمالك قاعد يلعب حوالي 33 دقيقه بدون مهاجم. هتقولي طب يعني كريم الزمالك بيلعب بدون مهاجم وهو كسبان 1-0 ده اثر في الماتش؟ هقول لكم اثر. لما يكون انا معايا فيرود سترايكر مهاجم في الملعب يبقى عندي فرصه انا اجيب جول، ممكن اجيب التاني. فضل الزمالك يلعب 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 ومقفل لغايه ما كره اتعملت عرضيه في الدقيقه 86 رونالدو حطها بدماغه و1-1 والماتش خلص والزمالك خرج بره البطوله. ضربه الجزاء اللي جت للزمالك الجزيري اللي عملها. جزيري وجوده في الملعب او ناصر منسي المهاجم اللي هو اللي موجود تاني، ده ما لعبش ناصر منسي دقيقه في البطوله، دقيقه. ما نزلوش ولا ماتش الاتحاد المنستيري التونسي، ولا نزلوا ماتش الشباب، رغم ان لو تفتكروا كلامي الاسبوع اللي فات
الزمالك عمل ماتش عالمي على الشباب السعودي بس ما عندوش مهاجم يجيب جون، كلها كور عرضيه لعيبه الشباب واخداها، واتكلمت انا في القصه دي. فاوزوريو انا بقول لكم هو اللي خرج الزمالك من البطوله، وغير كده ان كان الجهاز المعاون لنادي الزمالك، وانا عندي معلومات وده باعتراف اوزوريو في المؤتمر الصحفي، ان الجهاز المعاون كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي كانوا عايزين يعملوا تغييرات هجوميه وينزلوا ناصر منسي عشان في ماتش الشباب، واوزوريو اللي قال كده في المؤتمر الصحفي وهو رفض وقال لهم انا المسؤول. طب اوزوريو المسؤول عن التغييرات وعن النتائج وعن، طب خرجنا من البطوله العربيه استفدت انا ايه دلوقتي بقى اوزوريو المسؤول؟ اوزوريو ساعتها قال لهم لا انا المسؤول وما حدش يتكلم، يعني انا رايي اللي هيمشي وانا كذا كذا كذا، والناس كانت بتتكلم صح، اللي احنا مصر كلها قالت ان لازم الزمالك فرقه كبيره لازم يلعب بمهاجم، لازم يلعب بمهاجم صريح. سيف الجزيري خرجته من الملعب رغم ان انا معترض ان سيف يخرج، لكن نزل طيب مهاجم تاني، خلاص خرجت سيف ماشي يا عم، نزل مهاجم تاني يلعب بدماغه، ما فيش حد في الزمالك بيلعب بدماغه. الماتشات الكبيره دي بتلعب الشباب السعودي فرقه جامده، بتلعب النصر السعودي فرقه جامده، محتاج فرود جوه ال 18، الكور العرضيه والاختراقات والحاجات دي، واحد بيسموه فينيشر، فينيشر يقدر يخلص الهجمات، يترجم الهجمات دي لجوان. ناصر منسي بيلعب بدماغه كويس جدا، سيف الجزيري بيلعب بدماغه، الكور العرضيه اللي بيتعاملوا معاها بشكل كويس جدا. ف لقيت نفسي لقيت الزمالك خرج كده ويعني وكان عارف لما تحس ان انت ممكن، لا انا ممكن اكسب وممكن اعمل ماتشات احسن من كده، ممكن اعمل نتائج احسن من كده، بس بخسر عشان تغييرات غلط، بخسر عشان وجهه نظر مش مظبوطه. فيا اما ساعات بتبدا غلط في التشكيل، يا اما بتبقى ماشي كويس جدا وتروح عامل تغييره تبوظ بيها الشكل اللي انت عملته. فالزمالك اتضغط بعد ما خرج سيف الجزيري، ما بقاش فيه مهاجم الزمالك يلعب عليه، بقى كلها شيكابالا طبعا لعيب كبير وزيزو لعيب كبير، بس الفريق القوي لازم يكون عنده مهاجم اللعيبه تسند عليه، او تعمل له ثرو باس تمريره، او تعمل له كره عرضيه، او تعمل له واحده كده يعملها بدماغه، او مفيش. بعد ما سيف الجزيري خرج في الدقيقه 62 خطوره الزمالك قلت، انه كمان ما نزلش مهاجمين، فبدا الزمالك بيمسك كوره وكل بس بيروح عند الحته بتاعت منطقه الجزاء ما بيفنش الهجمات، وده اللي ادى النصر ان هو شويه يستحوذ ويعمل هجمات على نادي الزمالك، وفي الاخر طبعا بخبره رونالدو كره عرضيه اتعملت جاب الجون وخرج الزمالك من البطوله وما استفدناش حاجه، وكان الزمالك يقدر ايه يعدي. وبعدين قال لك اصل اوزوريو دي وجهه نظر، طيب وانا المسؤول وملكوش دعوه، طب انت المسؤول دلوقتي عملنا احنا ايه بقى؟ استفدت انا ايه بقى باوزوريو المسؤول؟ الزمالك خرج من الدور الاول، كان البطوله دي فيها فلوس جامده جدا جدا جدا، لو الزمالك كمل دور الثمانيه او الدور قبل النهائي او وصل للنهائي فلوس هتساعد نادي الزمالك في ازمته الماليه الفتره الحاليه. فطبعا كارثه، يعني انا شايفها ومفيش حد بيحاسب حد، والدنيا يعني انا مش عارف مين ماسك اداره الزمالك ولا مين اللي بيدير ولا مش عارف. فيعني زعلان، انا زعلان في القصه دي. وهارد لك خلاص هنقدر نقول ايه؟ الناس زعلت بس احنا حسينا، يعني الجماهير حتى بتاعت الزمالك اللي بحييها طبعا، الجماهير العظيمه اللي كانت في السعوديه اللي كانت بتؤازر بكل قوه، ويعني كان خلاص ناقص لها اربع خمس دقايق والماتش يخلص والزمالك يكسب، بس مفيش نصيب. فبحيي جماهير الزمالك وبحيي لعيبه الزمالك على فكره، ان مفيش حد قصر من لعيبه الزمالك، الناس عملت مجهود رائع، كله بمحمد صبحي بحسام عبد المجيد بالمسلوسي بمحمد طارق بحاتم سكر بفتوح بمين تاني في نص الملعب بدونجا بالسيسي عمرو السيسي برؤى بشيكابالا زيزو عمر جابر سيد نيمار ابراهيم انضاي رغم انه لعب فترات قصيره سيف الجزيري اللي كان مميز جدا وكان كل ماتش الراجل بيخرجه. فبحيي اللعيبه كلها والله، بحيي الجهاز الفني ما عدا اوزوريو، ان انا شايفه ان هو كان نقطه ضعف في نادي الزمالك في البطوله دي. اوزوريو ممكن انا قبل كده اشدت بيه وقلت انه بيلعب بشكل هجومي وبيلعب الكره اللي انا بحبها، الكره الهجوميه وضغط والكلام ده، لكن ما بيعرفش يغير، ما بيعرفش يدير الماتش. هو مدرب، ممكن يكون مدرب كويس، لكن حته الكاتشانه دي عنده مش يعني مش عاليه، وبالتالي الزمالك خرج من البطوله وخلاص هنقدر نقول هارد لك. لكن انا شايف ان دي خساره كبيره لنادي الزمالك انه يخرج من البطوله دي، وكان عنده امكانيات وقدرات ان هو يكمل في البطوله بشكل افضل من كده. طيب خلينا نروح بقى لمباراه الاهلي والمصري،
وقبل ما نتفرج على ملخص المباراة خليني أقول لكم حاجة. المصري هو اللي خسر نفسه. المصري كان قريب من الفوز على الأهلي، فرقة جايبة في الدقيقة 94 جون التقدم، هدف التقدم، يعني الماتش ماشي 0-0 في الدقيقة 94 كرة عرضية لمروان حمدي جون دي 94، قلنا خلاص الماتش خلص والمصري خلاص هيوصل للدور قبل نهائي الكاس مصر. حاجتين خلوا النادي الاهلي عنده فرصه، ودايما النادي الاهلي ما بيتضمنش، يعني ما تضمنوش تبقى قاعد كده في ثانيه يخطف. حاجتين خلوا المباراه يعني تروح من النادي المصري. اول حاجه عايز اقول ايه، استهتار الياس الجلاصي لاعب النادي المصري، كره خلاص الماتش خلاص، يعني المصري جاب جون في الدقيقه 94 والحكم كان حاسب 7 دقائق او 8 دقائق وقت ضايع، خلاص يعني مصري لو طفش كورتين ثلاثه كده خلاص الماتش خلص. الياس الجلاصي راح واخد الكوره وعايز يستحوذ عليها جوه منطقه الجزاء بتاعه النادي المصري، حسين الشحات ضغط عليه، حسين سريع وعنده خبرات كويسه، ضغط كويس، حصل احتكاك ما بين الاثنين لعيبه، حسين حط جسمه، الجلاصي راح شده من التيشيرت، ضربه جزاء. هتقولوا لا مش ضربه جزاء واحنا اتظلمنا، لا ضربه جزاء، انا بقول لكم ضربه جزاء، كره ضربه جزاء، ان الشده بتاعه التيشيرت باينه، يعني المصري ما اتظلمش في الكره دي. والياس الجلاصي انا بحب الياس الجلاصي جدا على فكره، ولاعيب مميز جدا جدا جدا، بس عارفين ايه الماتشات دي الاخطاء، خلي بالك من الاخطاء، ما بتلعب الاهلي بتلعب كواليتي عالي، بتلعب ماتش كبير وانت كسبان وفي الوقت الضايع وخلاص الماتش هيخلص، لا انت بدل ما تاخد الكوره وتلعبها لقدام وتبعد الكوره على منطقه مرماك، انت داخل بيها جوه منطقه الجزاء وعايز تستحوذ وعايز تسيطر على الكوره، مش وقته. حسين الشحات ضغط راح شده الجلاصي، ضربه جزاء، ضربه جزاء صحيحه، ضربه جزاء صحيحه. انا في الاول كنت فاكرها لما كنت بتفرج على الماتش فاكرها يعني ما احتكاك عادي ما يتحسبش، لما جت الاعاده والصوره بطيئه لا الياس الجلاصي شدد التيشيرت بتاع حسين الشحات وباينه، فضربه جزاء صحيحه. المصري ما يلومش غير نفسه، رغم ان المصري عمل ماتش، عايز برضو احيي المصري. ليه؟ كابتن علي ماهر لسه ماسك الفرقه، خارج من مباراه الرابطه خسران 4 من سيراميكا. كابتن علي ماهر عنده غيابات كتيرة جدا جدا، في لعيبة مشيت ولعيبة مصابة ولعيبة مش موجودة، يعني كان بيلعب المباراة دي ب 11 لعيب من اللعيبة اللي كانت بتلعب ومعهوش دكة، كل اللعيبة الصغيرين اللي معاه على الدكة، اللي على الدكة الصغيرين، لعيبة ناشئين. بيلعب قدام النادي الأهلي أقوى فرقة في مصر السنة دي، فلا أنا بقول المصري عمل جمعة يعني عالي جدا برغم الإمكانيات القليلة، يعني مش امكانيات القليله للمصري، امكانيات القليله لا، ان في غيابات كتير وفي لعيبه مشيت ولعيبه اساسيه مش موجوده، فلا المصري عمل جيم جامد جدا، بس المصري ما يلومش غير نفسه والياس الجلاصي. انا خلاص كسبان الاهلي 1-0 وهعدي وهروح للدور قبل النهائي في الكاس ولاعب انبي وراح ماسك الكوره جوه ال 18 في الوقت الضايع ده، انا طق اخر دقيقتين ثلاثه طفش الكوره وابعدها. الحاجه الثانيه بقى اللي انا عايزه، انا قلت يعني مش عايز عشان برضو ايه ما يبقاش انا بقول سبب الهزيمه على الياس الجلاصي بس، هو الياس الجلاصي لعيب كبير زي ما قلت لكم، بس الخبرات والتوقيت ده في الماتش والمنافس اللي هو الاهلي ما ينفعش اعمل الموقف اللي الياس الجلاصي ده عمله، وضربه جزاء يعني عشان حدش يقول اتظلم، لا ضربه جزاء. ممكن كابتن علي ماهر اتنرفز شويه في الملعب الجهاز الفني بتاع بس هم ما شافوش الكوره ساعتها، ان طبعا الكوره دي عشان تظبط ضربه الجزاء لازم تشوفها في الاعاده والكاميرا تقف وتشوف الشده بتاعت التيشيرت، فطبعا يعني للوهله الاولى كده ما تقول لا دي مش ضربه جزاء، ده الحكام بيجاملوا الاهلي، بس هي لا هي ضربه جزاء، هي ضربه جزاء بعد ما تشوف والخطا طبعا من الياس الجلاصي. المباراه امتدت الى الاكسترا تايم وقدر النادي الاهلي يخلص المباراه بهدف للقندوسي في الوقت الاضافي، وانتهت المباراه بفوز الاهلي رغم ان كانت خلاص المباراه خلصانه لصالح المصري. فالمصري عمل جيم كويس جدا، خطأ لا يغتفر في الوقت الضايع. الأهلي ما يعني الأدام رجع للماتش خلاص، المعنويات بتزيد وخلاص مسك الماتش، وطبعا الإجهاد حل بلعيبة المصري، ما فيش دكة قوية في نادي المصري، قدر النادي الأهلي يخلص طبعا. وبرضه عايز أعذر النادي الأهلي
في المباراه دي ان هو ما عملش المستوى العالي قوي ليه؟ الموسم يا جماعه بالنسبه للنادي الاهلي طويل جدا. احنا اهو النهارده كام؟ احنا كنا النهارده كام؟ 5 8 كنا لغايه 3 8 ماتشات متراكمه، والاهلي وانا قلته قبل كده ان احنا ما ينفعش ناجل ماتشات كتير للنادي الاهلي ان هيحصل الموقف ده اللي احنا شفناه في بداية. ولكن في النهايه النادي الاهلي عنده اصرار، يعني كان ممكن الاهلي بعد ما دخل جون فيه في الدقيقه 94 يسلم يقول لك خلاص انا مش هلحق اتعاد، لا لعيبه الاهلي لعبت وحاولت، وطبعا شفنا ضربه الجزاء اللي رجعت الامل مره اخرى للنادي الاهلي. صعود الاهلي للدور قبل النهائي وخروج المصري من البطوله بعد مباراه مثيره جدا جدا ما بين الطرفين، مبروك طبعا للنادي الاهلي بقى كده كاس مصر الاهلي وامبي، والدور قبل النهائي الدور قبل النهائي الاهلي وامبي، والجهه الاخرى في الدور قبل النهائي ايضا الزمالك وبيراميدز، اللي هيكسب من الاهلي وامبي هيلاعب الكسبان من الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر ان شاء الله. وطبعا لسه مواعيد الماتشات بقى هتبقى في الموسم القادم، لسه بقى هتحدد ان شاء الله مع بدايه الموسم الجديد باذن الله. خليني اقول لكم بسرعه كده، خلاص يعني زي ما قلت لكم البيراميدز مع الزمالك والاهلي مع امبي، اللي هيكسب منهم هيلعب، يعني اللي يكسب من الزمالك وبيراميدز هيلاعب الكسبان من الاهلي وامبي في نهائي كاس مصر. الزمالك ايد كل لعيبته في القائمه الاولى لمنع الرحيل المجاني من اللعيبه، الازمه الماليه بتتسبب في ضياع صفقه الجزائري ياسين تتراوي على الزمالك، كان الزمالك عايز يجيب لعيب جزائري بيلعب في نادي برضه الجزائري ولكن مفيش فلوس طبعا، ففي بعض الصفقات راحت على نادي الزمالك. عايز اقول لكم باهر المحمدي خلاص خلال ساعات هينتقل للنادي المصري مقابل 18 مليون جنيه. باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي هينتقل للنادي المصري خلال ساعات ب 18 مليون جنيه. كان برضو الزمالك دخل في مفاوضات مع باهر المحمدي لكن ما قدرش عشان الفلوس برضو. خالد عبد الفتاح لاعب الاهلي بيقول له طبعا الف سلامه، اصيب بكسر في عظمه الترقوه في مباراه الاهلي والمصري، الف سلامه طبعا لخالد عبد الفتاح. الاتحاد الدولي بيلزم الزمالك بسداد 7000 دولار لدجله حق رعايه ابراهيم انضاي 7000 دولار. الجونه بيتعاقد مع احمد مسعود حارس طلائع الجيش لمده موسمين صفقه انتقال حر. الجونه بيتعاقد مع احمد مسعود حارس طلائع الجيش موسمين، وكان احمد مسعود فري يعني. البنك الاهلي برضو تعاقد النهارده مع حسن شاهين حارس مرمى المقاولين، برضو كان انتقال حر ان حسن شاهين عقده انتهى مع نادي المقاولين اللي هو اشرف نصار رئيس النادي، مع حسن شاهين حارس المقاولين العرب اللي انتقل للبنك الاهلي، وحماده هاشم مدير التعاقدات في نادي البنك الاهلي، تعاقد لمده 3 سنوات. منتخب مصر الاولمبي بيقترب من مواجهه اسبانيا وديا قبل الاولمبياد، بيتفقوا طبعا الجهاز الفني المنتخب الاولمبي بيتفق على ماتشات وديه تجهز المنتخب الاولمبي قبل الاولمبياد. برضه في الاسماعيلي بيوافق على فسخ عقد باسم مرسي بالتراضي ما بين الطرفين. عندنا برضه منتخب الكره الشاطئيه بيلعب بطوله في بيلاروسيا وخسرنا من روسيا 5-0 في البطوله الدوليه للشاطئيه. عندنا كمان الهلال السوداني هيلعب ماتشات دور ال 32 في القاهره. طبعا مصر هتستضيف نادي الهلال اشقائنا طبعا الهلال السوداني هيلعب مباراه دور ال 32 في القاهره هنا باذن الله. طيب هنطلع فاصل، وبعد الفاصل بقى هنستقبل نجومنا النهارده كابتن حسام حسن وكابتن اسلام شكري، نجومنا النهارده في كوره كل يوم بعد الفاصل ان شاء الله. بعثات مصر موجودة في كل مكان في العالم،
وراها طبعا وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه احنا ورا تخطيط منتخباتنا طالعين من تحت لفوق في الاعمار السنيه في لجنه علميه محترمه. دور قطاع الرياضه دورنا الحقيقه دور رؤساء الاتحادات، رؤساء الاتحادات ليهم دور كبير جدا في التعامل والتعاون بشكل كبير زي ما شفنا النهارده تكريمنا لمنتخب مصر للجودو اللي احنا في جاب ما بين جيل خلص وجيل بيبدا بيه، فاحنا بنبدا تاني في الجودو في درجه من الاهتمام كبيره جدا. احنا اولادنا راحوا جابوا للشباب وللناشئين بطوله افريقيا كلها، لكن عينينا ان شاء الله 2028 بهذه الاجيال. التايكوندو يعني على طول البطولات اللي فيها رانكينج عالمي والجائزه الكبرى. الكونغ فو وده احنا بنخطط لان الاولمبياد الشباب في 2026 هيكون الكونغ فو ممثل فيها، لكن عندنا بطولات العالم. رفع الاثقال طبعا يعني الحمد لله احنا ماشيين في خطى ثابته. احنا الالعاب الفرديه مهتمين بيها جدا، الصوره الذهنيه ما بقاش خلاص نوت انيمور او ما بقاش حكايه الالعاب الشهيده. اهتمامنا اهتمام متزن ومتوازي في استراتيجيه وطنيه للرياضه المصريه. الحقيقه دفع ودعم القياده السياسيه للشباب المصري والرياضه المصريه بطريقه تفكير وعمل خلانا بهذه المرحله. منتخبات مصر بتعمل حسابها جدا في كل بطوله، دارسين البطولات اللي ممكن يعني نخطط فيها. احنا عندنا باريس 2024، عندنا الافريكان جيمز هتكون يعني في 2024 ايضا بس في بدايه السنه يعني في غانا. احنا بنخطط للالعاب اللي هتكون موجوده فيها اولمبيكس، لان فيها العاب هيكون فيها تصفيات اولمبيه وده مع الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه. في بلان ماشي ل 2028، لكن اللي انا عايز اقوله احنا النهارده بنكرم ولادنا، بنقول لهم متشكرين جدا، احنا معاكم تكريم الوزاره والوزير. شفنا اكبر قدر من التكريمات لولادنا الرياضيين من فخامه الرئيس، حافز كبير جدا حاليا ومستقبلا. اهتمامنا بولادنا هم الشباب المصري، لان الفئه الرياضيين اللي بيلعبوا هم شباب بس اختاروا الرياضه واحنا معاهم في الرياضه. طبعا دفعه معنويه كبيره جدا للجهاز الفني والاتحاد واللاعبين ان هم يستعدوا للمرحله الجايه بكل قوتهم. وحاجه مشرفه جدا ان معالي السيد وزير الشباب والرياضه النهارده يكرم اللاعبين والاجهزه الفنيه، دفعه قويه جدا. التكريم ده بيبقى اكتر حاجه بتبين مجهود الجهاز واللعيبه، بتبقى حاجه مهمه جدا ان انت بعد المجهود الكبير ده معالي الوزير يكرمك والدوله بتبقى شايفه المجهود الكبير ده وتعترف بيه، فبتبقى حاجه مهمه جدا يعني وكويسه جدا كجهاز فني وكلعيبه، حاجه معنويه كويسه جدا. بطوله عالم تحت 17 سنه وان شاء الله نخش فيها باداء قوي جدا وان شاء الله نحصد ميداليات فيها. وبعديها عندنا بطوله افريقيا الدرجه الاولى، دي بطوله مهمه جدا بالنسبه لنا وكنا بنستعد لها على طول، بنستعد لها جامد جدا. وبعدها ب 15 يوم عندنا بطوله عالم بقى للشباب، دي محطه اساسيه جدا ومهمه لنا كشباب وان احنا ان شاء الله هنعمل فيها ميداليات كويسه. احنا ان شاء الله هم في لعيبه من المنتخب عندهم بطوله باريس، عندهم باريس جراند بري البطوله دي من البطولات الجامده قوي، فاحنا عندنا لعيبه مشاركه فيها فان شاء الله يعملوا فيها حاجه كويسه. طبعا مبسوطه جدا ان انا موجوده في المكان ده دلوقتي وان احنا بنتكرم على طول بعد كل بطوله، دي مش اول مره، كرمنا من قريب قبل بعد بطوله العالم اللي فاتت كانت في شهر 5 وبنتكرم دلوقتي بعد بطوله التحدي اللي كسبنا فيها كلنا جبنا 6 ميداليات الحمد لله. النهارده اول مره ليا اتكرم من معالي الوزير طبعا وجد شعور جميل جدا وان شاء الله يتكرر. دي كانت اول بطوله افريقيه ليا، بطوله دوليه ليا شارك فيها والحمد لله جبت 3 ميداليات ذهب في اسلوب طايجي وسيف طايجي ومروحه طايجي، ودلوقتي بنستعد ان شاء الله لبطوله العالم في امريكا شهر 11 في دالاس. شايف ان في اهتمام اعلامي واهتمام بالمنتخبات وبالانجازات اللي مصر بتحققها. عندنا النهارده احنا بنتكرم من وزير الشباب والرياضه منتخب الكونغ فو ومنتخب الجودو، الحمد لله جبنا اول افريقيا
كنا متصدرين الحمد لله الترتيب العام، جبنا اول كاس كاس افريقيا وكلنا الحمد لله جبنا ذهب، مفيش حد حتى جاب فضه. نرجع تاني مع بعض بعد طبعا شفنا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي بيكرم منتخب الجودو والتايكوندو والكونغ فو بعد الانجازات اللي عملوها خلال الفتره اللي فاتت، وعندنا ما شاء الله الالعاب النزاليه يعني مميزه جدا وبتحقق يعني ميداليات عالميه وايضا قاريه من خلال قاره افريقيا، لكن يعني ما شاء الله نتائج رائعه الفتره اللي فاتت. يعني خلينا بقى نستقبل نجومنا النهارده كابتن حسام حسن وكابتن اسلام شكر. ازيك يا كابتن حسام؟ كابتن مصر حبيبي، اخبارك يا نجم؟ منور الدنيا. كله تمام؟ اي كله انت كابتن تمام؟ اسلام كريم حبيبي، ازيك يا نجم؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. عندنا حاجات كتير هنتكلم فيها النهارده، وعندنا كمان هاخد معاكم فقره عالميه بقى الماتشات الوديه المان يونايتد وريال مدريد وبرشلونه حاجات الحلوه دي، البطولات الوديه اللي هي قبل في البري سيزون بقى او قبل بدايه الموسم. عايز اتكلم معاكم في الزمالك في البطوله العربيه، عايز اتكلم معاكم في ماتش الاهلي والمصري، انتقالات اللاعبين، المصري بيعمل فرقه جامده جدا وعمال يعمل صفقات يعني، ونتكلم في انتقالات الدوري وحاجات كتير هاخد رايكم فيها. بس عايز ابدا بالزمالك في البطوله العربيه، شفتوا الزمالك ازاي؟ وانا من شويه كنت بتكلم قلت الزمالك كان ممكن يعمل احسن من كده، من وجهه نظري اوزوريو يعني ما خدمش الزمالك في البطوله. وطبعا في البداية يعني هارد لك نادي الزمالك بالخروج المبكر من البطولة، لكن أنا شايف وجهة نظر يعني على الكلام والأداء والنتائج اللي احنا شفناه من خلال مباريات الدوري السنة دي والموسم الصعب جدا جدا اللي بتقدمه الفرقة ورحيل مدربين ورحيل لعيبة ونقص عددي في بعض المراكز وفي لعيبة معينة الكيرف والمستوى بتاعها بينزل بشكل واضح جدا، أنا شايف الزمالك عمل بطولة كويسة، بدأ كويس قوي قدام الاتحاد المنستيري، كسب مكسب كبير، ثم بعد ذلك مباراة الشباب ممكن ما كانتش أفضل حاجة لأن الفرقة كلها بالكامل ما كانتش في حالتها الطبيعية، يعني كان في يعني تراخي في الأداء كده شوية، وبالتالي الزمالك ما قدمش. كان الزمالك هايل. بس كابتن ما كانش فيه الدوافع اللي تبين لك وأنت بتتفرج إن الزمالك عايز يكسب، بقى بيلعب. الشوط التاني يا حسام ده مسكوا وان سايد جيم، مسكوا الشباب. بس ما فيش ترجمة يا كابتن. عشان ما فيش فيرويد، طلع سيف الجزيري وما نزلش أيا كان حتة الأخطاء اللي كل الكورة في التغييرات دي دي موجودة. لا أنا كنت شايف روح، في روح وفي حماس واللعيبة بتجري بالظبط واشتغل. بس الشوط التاني أنا بتكلم على الشوط التاني من ماتش الشباب. بالظبط ماتش النصر طبعا انا بالنسبه لي افضل مباراه لنادي الزمالك تقريبا بدايه من الدور الثاني في الدوري لحد وقتنا هذا. صح ماتش تكتيكي على مستوى عالي جدا، الخطا الوحيد اللي كان موجود في المباراه هي الاداره الفنيه الشوط الثاني لمستر اوسيريو، يعني التغييرات كلها كانت غير منطقيه تماما. انا شغال كويس وراكب الجيم وكسبان فرقه كبيره بحجم النصر وعامل اداء دفاعي واداء هجومي على مستوى عالي جدا وند قوي، لكن في النهايه برضو يعني ما تعرفش الراجل بيفكر بشكل عامل ازاي. لما اجي ابص على التغييرات ماشي في تغييرات صعبه، ان في ظل ان النصر مثلا النهارده خلاص بقى عنده مبالغه دفاع هجوميه كبيره جدا، حرك سيف الجزيري ونزل اشرف رؤى، هي دي طلع مهاجم ومنزل ديفندر، هو خلاص بقى والكلام ده انت بتتكلم من اول الدقيقه 80 عايز يقفل بقى، لا في ضغط لا الدقيقه 62 عايز ده بعد كمان يا كابتن ايه الدقيقه 84 بيطلع عمر جابر ونزل حاتم سكر، 84 بيطلع نيمار بيطلع عمرو السيسي وبينزل نيمار. فهو بدا يغير لما لقى ان فريق النصر السعودي عنده ضغط هجومي كبير جدا على ما عندكش فكره. هو ده الذكاء بقى يا كابتن، ان انا النهارده اسيب اللعيبه اللي عندها السرعات اللي تقدر تعمل لك التحولات الهجوميه الكويسه، زي ما سبت زيزو، زي كان ممكن ان انا بدل ما اخرج شيكابالا اطلع شيكابالا واحط سيف الدين الجزيره وانزل حد مع عمرو السيسي والعب باربعه في نص الملعب يقفلوا الحته دي. لكن لما تيجي تبص على التغييرات هو الراجل مثلا على سبيل المثال طلع شيكابالا ونزل نضاي بحيث ان نضاي يرجع يعمل الارتداد الدفاعي مع المسلوسي، وفي نفس الوقت طلع عمرو السيسي، ده كان غلط كبير جدا لان السيسي الماتش ده تحديدا قوي نجم المباراه بالنسبه لي. مدرب النصر قال لك لعيب مميز جدا على السيسي. يعني رغم ان انا انتقدته الماتشات اللي قبلها، لكن كان بيقول لك السيسي اتعور، عمرو السيسي اتعور يعني اصيب، كان عامل ماتش كبير بيدافع كويس بيتحرك كويس بيستلم ويسلم في المساحات الفاضيه، ونزل نيمار عشان يعمل جبهه، لكن نيمار لما نزل ما اشتغلش بالشكل اللي الراجل كان منتظره منه. نفس الكلام بالنسبه لحاتم سكر، تغيير برده صعب جدا، ابو الفتوح خلاص واخد ريتم الماتش واخد يعني حيثيات المباراه، تحركات تغطيات العكسيه، انت منزل حاتم سكر عقبال ما ياخد الريتم واداء الماتش، وبعدين صغير برده حوالي خمس دقائق ربع في ساعه في ماتش زي النصر كده صعب، يعني في اخر خمس دقائق 10 دقائق النصر ضاغط. لا كابتن الماتشات اللي فيها الضغط دي كرشه النفس في حد ذاتها دي بتاخد وقت خمس ست سبع دقائق، انت بتتكلم في الدقيقه 84 صح.
شوف بقى النصر وصل كام كرة على حساب نادي الزمالك، لكن في النهاية أنا بصراحة كنت متوقع إن الزمالك يعمل بطولة كويسة، بغض النظر إن هم خرجوا، لأن البطولة دوافع كويسة للعيبة. أنت بتلعب على ملاعب ممتازة، أجواء جماهير معاك على مستوى عالي جدا، أنت كل لعيب عنده دوافع إن هو يسوق نفسه بشكل معين. النهاردة الدوري الإماراتي بيتابع الدوري الكويتي والدوري القطري السعودي والدوري القطري، ففي ميركاتو عالمي يعني. فهارد لك للزمالك، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تبقى شايف السبب إيه؟ خروج الزمالك من البطولة؟ لا، أخطاء الإدارة الفنية طبعا. أوسيريو عنده أخطاء، رغم إن جاز المعاون يا إسلام كان بيتكلم مع اوزوريو قبل الماتشات واثناء الماتشات في تغييرات معينه، بس ما كانش بيستجيب ليهم يعني. لا انا بحس كابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي طبعا في البدايه هارد لك نادي الزمالك، لكن انا بحس ان اوزوريو شويه ملخبط اللعيبه. يعني هو عنده افكار كتير قوي بينفذها بسرعه وبشكل متتالي في المباريات اللي هي ما بين يعني الجاب ما بينها قليل، فاعتقد انه ده عامل لخبطه عند اللعيبه، بلس ان هو شويه بيعمل تبديلات غريبه جدا. ما ينفعش ان انت تبقى بفرقه بحجم نادي الزمالك وما تبقاش عندك، ما بتلعبش بتسعه. ايوه يعني ده مهاجم صريح طبعا. يعني انت حتى لو هتبدل ولا حاسس ان سيف عايز تغير وتجدد، عندك ناصر منسي ممكن ينزل. انت ما لعبتش ناصر منسي دقيقه في البطوله؟ لا، ناصر لعيب كويس يقدر كمان يشتغل على الجول، يعمل لك محطه جول داجر كويس، يعني يقدر يبقى بيفيد نادي الزمالك بشكل كبير. يعني خصوصا ان تحتيه اتنين يقدروا شيكابالا وزيف طبعا. يعني عمر جابر على فكره عمل بطوله كويسه، عمر كويس وشغال بشكل مميز جدا الفتره الاخيره. ابو الفتوح ماشي بشكل كويس، على الرغم من ان هو كل شويه برضو يغير مركزه من ان هو يلعبه في نص الملعب او يلعبه ناحيه الشمال. فطبعا شويه اوزوريو طبعا اعتقد ان هو من اسباب الـ الخروج المبكر لنادي الزمالك، بلس انه نادي الزمالك رايح اصلا عليه ضغوط كبيره جدا انه مش هيطلع من البطوله بصوره عاديه، يعني هيطلع بصوره يعني شويه فيها خروج. يعني كان رايح والاداء ما كانش كويس في مصر قبل البطوله، فالناس كلها قايله بقى هيلعب النصر والشباب اللي يعني. هو هيبقى قدام لعيبه مثلا عالميين يعني زي كريستيانو رونالدو. فطبعا البدايه القويه اللي يعني بسبب ان اللعيبه كان من جواها ان عندهم حماس، فبداوا ان هم البطوله بان هم يعملوا مباراه كبيره قدام الاتحاد المنستيري، دي كانت المفروض تديهم دفعه. اعتقد ان الاداء في بدايه مباراه الشباب السعودي يمكن كان اقل من البدايه بتاعه المنستيري، لكن اعتقد ان الشوط الثاني كانوا شكلهم، بس ما فيش فرود يجيب جول بالظبط. النصر ضيع فرصه ماتش الشباب ده اللي خرج الزمالك من البطوله طبعا، لان انت تعادلت حتى مع الشباب وتعادلت مع النصر، هتسهل الامور، مش هتبقى تحت ضغط. صح، لان اساسا كل الانظار كانت يعني كل الانظار كانت متجهه لمباراه الزمالك والنصر. أيوة، فالناس كانت مستنيه، فانت حطيتها ان هي بقت هي دي اللي هتخليك تصعد او ما تصعدش. فطبعا بقى الضغوط كبيره جدا على نادي الزمالك. اعتقد ان نادي الزمالك كمان خسر بالخروج المبكر ده، انت كان عندك فلوس كتير جدا ممكن كانت هتفرق معاك ومع النادي. صح، ومع صح. ومع مجلس الاداره يعني كانت هتدي له دفعه كبيره جدا في سيزون جديد. فهارد لك لنادي الزمالك. اوزوريو افكاره كتير جدا، فلازم يبقى هادي شويه في الافكار عشان اللعيبه تستوعب. ادارته للماتشات مش يعني ما انا بقول لك هو لا هو كمان انا بقول لك هو شويه بيغير في التشكيل وبيغير في طريقه اللعب. يعني هو ما فيش مشكله ان احنا نغير، بس بتغير في مراكز اللعيبه، بتقعد لعيبه وتطلع لعيبه. يعني هو حتى الروتيشن بتاعه مش مفهوم لحد دلوقتي. وبلس ان انت بتلعب بطوله، انت المفروض تبقى بطل، انت نادي الزمالك لازم تروح للبطوله العربيه دي تاخدها يعني. مش سواء حسام قال حاجه ان برضه الزمالك ما كانش رايح البطوله في احسن مستوى واحسن اداء، فيعني كان رايح وفي خارج من مصر يعني بنتائج سلبيه. صح الكلام اللي حسام بيقوله، بدون قطع كلام حراج واسلام، انا متفق مع اسلام في كل الكلام اللي هو قاله. بس برضه اسلام اما تيجي تبص على السكواد بالنسبه لنادي الزمالك، هو برضو الراجل تحس ان هو يعني عايز يجرب اللعيبه عشان يبدا يوظف لعيبه زي فتوح كده النهارده، اما لقيناه في نص الملعب حاجه جامده جدا. والراجل عنده مشكله في نص الملعب، كل اللعيبه التمانيات اللي في نص الملعب ما بتديلوش الريت وما بتديلوش الانتاج اللي هو محتاجه على المستوى الهجومي وعلى المستوى الدفاعي.
يعني ممكن عمرو السيسي بدا يتطور نسبيا شويه بعد الانتقادات والناس بتعلق عليه كتير، دونجا بدا نسبيا بس برضه لسه بعيد كل البعد عن المستوى الطبيعي بتاعه، فاهمني؟ فهو بيحاول ان هو يحرك اللعيبه على حسب ان هو يترجم اللعيبه للمنطقه اللي هو محتاجها يعني، لكن ده مش مساعده. انا مش شايف ان ده مساحه للتجربه او ده وقت تجربه. خلاص انت خرجت من يعني خرجت من منافسه الدوري. ايوه بس البطوله العربيه دي معلش انا بالنسبه لي البطوله العربيه دي بالنسبه للزمالك المفروض ان هو هتبقى يعني بطوله اساسيه اكتر منها دوري، لانه انت هتاخد منها فلوس كتير جدا. انا شايف ان نادي الزمالك كان محتاج جدا انه على الاقل ياخد اي مركز عشان ياخد مكافاه في البطوله دي. انا متفق معاك جدا. بس عايز اقول لك على حاجه، هو خلي بالك كمان في البطوله تقريبا البطوله دي الثلاث ماتشات دول اكتر ثلاث ماتشات هو كان مستقر فيهم باستثناء ماتش النصر الكام تغيير اللي عمله، لكن هو كطريقه لعب ما كانش بيلعب بالطريقه الجيم المفتوح قوي اللي كان بيشتغل بيه في الدوري، ما كانش فيه الريسك اللي كان بيعمله في الدوري. بص جمهور الزمالك حاجه جميله والله، طبعا حاجه رائعه والله، بحييهم بصراحه. كان نفسنا يعني يفرحوا اكتر من كده. ده في التدريب كمان، ده في التدريب في التدريبات وفي الماتشات. ده في التدريب كمان حاجه يعني. لا دي في الماتش، دي ماتش النصر. لا بس بقول لك في التدريب عملوا نفس الشو ده يعني. كانت المفروض يعني حاجه رائعه. وخلي بالك حضرتك يا كابتن كريم كمان، يعني الجمهور ما راحش اول ماتش كان زي ما اسلام قال متخوف من فكره ان الزمالك رايح بقى هيخرج بدري. لما لقى الزمالك عمل ماتش كبير قدام الاتحاد المنستيري وهو اربع اهداف والشكل حلو والناس كلها بتتكلم على الزمالك كله بقى خلاص. ان هم بيلعبوا في الطائف برضو بمسافه بعيده ما بين الرياض وجد. الطائف طيب ما بين يعني من جده والرياض يعني بعيد شويه، فيعني الناس تروح، فانت فاهم ان ده بيعملوا دور كبير جدا. يعني انا عايز اقول حاجه على جمهور الزمالك، جمهور الزمالك ما بتفرقش معاه الزمالك وحش او النتائج مش كويسه في الدوري كمان السنه دي بالذات، بيأثر الفرقه في كل الاوقات بالذات في الدوري السنه دي. لا يعني جمهور الزمالك بيحب الفرقه يعني للمسانده والحب، يعني الحب نادي الزمالك مش للنتائج. مش للنتائج، الزمالك بيخسر كتير ولكن تلاقي الجمهور برضه ورا الفرقه وبيساند، ويعني حب وعشق كبير من جمهور الزمالك للزمالك. الهلال كسب النهارده 3-1. عملوا ماتش كبير جدا يعني، كانوا عاملين فرق مع ان بدايتهم في البطوله كانت بشكل مش هو ده اللي بيظهر بيه نادي الهلال، لكن على عكس الاتحاد، جده كان بدا البطوله بشكل قوي. الهلال النهارده كشر عن انيابه. النهارده الهلال عمل ماتش كبير جدا، ما اداش اي مساحه حسام للاعيبه الاتحاد ان هي حتى تطلع ولا تتنفس، ان هي تطلع من نص ملعبها. يعني عاملين شوطين الحقيقه سوبر بلس انه كمان طبعا بنزيما ضيع ضربه جزاء صحيحه طبعا، فدي ساعدت بقى الهلال ان هو يجيب الجول التاني. هو كل اللبس وكل حاجه في الدوري السعودي يعني. شوف حجازي، انا بحب اتحاد جده. انا كنت هلالي عشان كنت عايش في السعوديه زمان. فالهلال انا بحب اتحاد جده. الهلال هو بحب ستايل اتحاد جده، بحس كده ان هم ليهم ستايل خاص يعني فريق اتحاد جده، وليهم جماهيريه كبيره كمان. لا بس الهلال هو الكبير. بس الاتحاد برضه ليه شعبيه كبيره. خلي بالك الزملكاويه كلهم، خلي بالك انت بتبص يعني النهارده مثلا بتلاقي في الملعب في نيفيز، في مالكوم، في بنزيما، في كانتي، في ايوه مجموعه لعيبه غير اللي بيفاوضوهم بقى. غير فابينيو لسه ما لعبش، اتفرج على تشيلسي وبروسيا دورتموند. لا شويه جوتا ده لسه كمان فابينيو ما لعبش. جوتا بيقول لك غالبا هيطلعوه اعاره عشان مش عاجبينهم مستواه. هم بيلعبوا فانتزي يعني، تحس ان هو بيلعبوا فانتزي. 30 مليون يورو فهيطلعوه عشان يجيبوا واحد تاني يعني. هم مش عاجبهم في الماتشات اللي هي اللي فاتت دي. النهارده برضو الشرطه العراقي عمل جيم كبير جدا وكسب السد القطري 4-2. طبعا ماتش الشرطه العراقي عمل بطوله جامده جدا نادي الشرطه العراقي. طيب هنطلع فاصل ونرجع نتكلم على الاهلي والمصري. خلي بالك الراجل ده اهلاوي ومصري بيحب المصري ولاعب في المصري، عنده خليط غريب شويه. لا مش خليط والله بالعكس. مع انك بره الهوا قلت انا لا اهلاوي ولا زمالكاوي ولا اي حاجه، وبتكلم عادي اللي شايفه صح هو اللي اقوله. بس كريم كان بياكد انه حسام ناشئين الاهلي. لا ناشئين زمالك اول، بعد كده ناشئين الاهلي. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي، ما فرقش معايا يعني. والله ما فرقش معايا. والله تحب تسال السؤال ده انت يا كريم؟ تكون اصحابك اهلاويه يعني، ما لهاش علاقه برضه. ما لهاش علاقه يعني. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ ما بتسالني على حاجه. وانت صغير اول ما اول نادي لعبت فيه الزمالك؟ لا مش اول نادي، حب
حب؟ لا، كان اول حاجه الاهلي طبعا عشان كابتن حسام ابراهيم. يعني كان والدي سمانا حسام ابراهيم عشان كابتن حسام ابراهيم لما مشيوا من الاهلي بيت زملكاوي. لا رحنا بقى الزمالك. مشينا بقى اخويا كمل في الاهلي وانا مشيت بقى. انطلقت بقى الانطلاقه بتاعتي. انت اهلاوي؟ انت شايف ايه؟ لا انت اللي شايف مش انا. لا انا ولا اهلاوي ولا زملكاوي والله. اسمه حسام حسن. صح. وليه اخ؟ هو ابراهيم. يعني ابراهيم والد حسام. انت عارف عارف العيله. سماهم عشان كابتن حسام وكابتن ابراهيم. لا والله بس انا خلي بالك، انا عايز اقول لك على حاجه كريم. كريم انا عايز اقول لك، انا ما انا بقول انا زملكاوي. كريم انا عايز اقول لك على حاجه، خلي بالك قصه انتقال حسام حسن وابراهيم حسن خلت ناس كتير اهلاويه بقوا زملكاويه. ناس كتير جدا بطلت تشجع، خلي بالك. يعني في ناس كانت بتحب حسام حسن لانه كان علامه يعني طبعا ما ما مش هيتكرر. فانت قصه انتقاله لا فعلا فرقت شويه مع ناس كتير برضه. يعني ما ردتش عليا. انا والله بشجع المصري دلوقتي يعني بصراحه بكلم دلوقتي. من اول ما لعبت في المصري انا بشجع النادي المصري لحد دلوقتي. ومعهوش اهلي او زمالك؟ لا لا مصري بس. مش فارق معايا المصري. مصر لما بيلعب بكون يعني بكون انا بسالك متحمس للنادي المصري. يعني شدت ليه كده؟ لا ما تشددش، انت عايز توقعني في الكلام بس مش هديك فرصه. بس هو قال انا اهلاوي. امتى؟ انت بتسالني بره زملكاوي. هو قال ان هو اهلاوي. والله ولا قلت ولا عدت. ده الكابتن اللي بيقول. الكابتن اللي بيقول اهلاوي. خلاص انا بقول انا مصري. نعديها دي نرجع المصري. هنطلع فاصل ونرجع يا عم نتكلم على المصري والاهلي. بعد الفاصل نكمل مع كابتن حسام حسن وكابتن اسلام شكر. أحمد عبد الحكم لاعب منتخب مصر الشباب شارك مع منتخب مصر في نهائيات أمم أفريقيا نيجيريا 2004 وشارك أيضا في نهائيات كأس العالم هولندا 2005 مع منتخب مصر الشباب. كان حلمه أنه يكون واحد من نجوم كرة القدم المصرية، لكن حادث على طريق المنصورة أنهى حياته كلاعب كرة. كاميرا كرة كل يوم كانت في مدينة دمياط ونشوف أحمد عبد الحكم بيعيش إزاي وحياته ماشية إزاي بعد الإصابة. أحمد بقى احكي لنا مأساتك بدأت ازاي والإصابة وحياتك ماشية ازاي دلوقتي؟ أهلا بك يا كابتن وأهلا بكم في دمياط. أنا بدأت من ناشئين نادي المنصورة وأنا عندي 10 سنين وطلعت الفريق الأول وأنا عندي 15 سنة ولعبت مع كابتن حسن مجاد الله يرحمه وله اختارنا. لعبت بقى مسيرتي مع الفريق الاول قعدت حوالي سنه وبعد كده رحت المنتخب خدني سافرت معاه كاس العالم في هولندا 2005 وشاركت الحمد لله يعني مع الكابتن محمد رضوان ومعتمد جمال في هولندا وكان جيلي شيكابالا وعبد الله السعيد واحمد عادل عم منعم وحسام عاشور وامير توفيق كان كل واحمد سمير فرج دمت كان جيلي في المنتخب والحمد لله انا لعبت يعني معاهم وانا كنت لسه في المنصوره. مشيت من المنصوره باعوني برضك بعد كاس العالم بمليون و200 لإنبي. قعدت سنتين في إنبي الحمد لله كانوا سنتين حلوين يعني. بعدها رحت الجونه سنه. بعد الجونه رحت غزل المحله قعدت سنتين. بعد ما غزل المحله رجعت تاني بيت المنصوره لما ساعد دوري ممتاز 2009 و2010. فرجعت تاني فبعدها بفتره كده انا خلصت الدوري بتاعي وانا راجع بقى بلدنا مروح فركبت مكنه مع ورا واحد صاحبي فعملنا حادثه هو رجله اتبترت وانا رجلي كانت يعني ضايعه خالص بس الحمد لله وفي ناس كتير يعني ساعدوني وعملوا لي العمليات وناس كتير وقفوا جنبي كتير قوي بالذات بتوع غزل المحل وانت حضرتك شايف وانت شايف انا عايش ازاي وقاعد ازاي
وبعد يعني انا زوجتي بقالها 3 شهور متوفيه وسايبالي ابن وقاعد انا وهو لوحدنا. انا لما بفتكر ايام ما كنت بلعب والايام دلوقتي انا بحزن، الواحد بيحزن على نفسه جامد. فان شاء الله هيبقى خير ان شاء الله. بعد الحادثه حياتك مشيت ازاي ودنيتك كنت بتصرف منين ومين كان بيساعدك في حياه بيتك في اسرتك انك تتجوز، كل ده مين اللي وقف معاك فيه؟ والله يعني انت شايف يعني العفش اللي حضرتك اللي انت شايفه في البيت ده اصلا ده اصحابي بتوع المحله اللي جايبهولي. العفش البيت اصلا كنا بعناه كله، فهم جابولي العفش دوت ووقفوني تاني، وقفوا البيت على رجله. يعني العفش ما كانش، انا كنت بنام على انا وزوجتي على الارض، بس الحمد لله بعد ما ماما وقفوا جنبي الدنيا ظبطت شويه. وفات مراتك بقى؟ لا ده حاجة يعني برضو فرقت معاك، وخاصة سايبالك طفل صغير، بتعيش ازاي بقى الفترة دي؟ والله انا يعني الدنيا بقت وحشة من غيرها، لان هي كانت كل حاجة في حياتي. يعني هي كانت سندي وكانت كل حاجة، وكانت واقفة معايا واقفة رجالة، حتى في مكانة رجلي كانت هي بتاخدني وكانت بتشني شال كده من على الارض عشان توديني المستشفى عشان تعالجني. ما كانتش بتسيبني يعني، الله يرحمها يعني. وسابالي طفل عنده 5 سنين، انا قاعد انا وهو. حكايه بقى المصاريف، كابتن وائل السيد بقى فاخدني معاه المنصوره في الاكاديميه يعني عشان الحق اصرف، ويعني حاجه بتجيب الايجار بس. يعني انا بروح هناك ده حاجه الايجار بس، امال اكل وشرب بقى دوت ربنا بييسرها. ما حاولتش تتواصل مع بتوع انبي تشتغل في قطاع ناشئين، حد كلمك او انت تواصلت مع حد؟ لا بصراحه ما حاولتش ان انا اتواصل مع حد هناك، ولا حد من هناك كان كلمني خالص. هو كان كلمني بس كان زمايلي مجد عبد العاطي، سمير صبري، صاروخ محمد، ثابت صاروخ، اسامه حسن، كان عمرو زكي، الناس دي هي كلمتني بس. احمد ايه اللي تتمناه؟ يعني ايه اللي انت بتتمناه في حياتك دلوقتي في ظل الظروف الصعبه اللي انت بتعيشها؟ نفسك تشتغل، نفسك تلاقي شغل في مكان، يعني ايه اللي بتطلبه من الناس اللي انت في يوم من الايام كنت نجم واسعدتهم ويعني وحققت لهم نتائج واحلام كانوا بيحلموا بيها من خلال وجودك في الفرق دي؟ والله انا نفسي ان انا اعيش زي الناس عشان خاطر ابني، لان بقينا انا وابني لوحدنا يعني عايشين لوحدنا. ف نفسي عايز الناس ونفسي يعني زمايلي اللي هم كانوا بيلعبوا معايا يعني عاوزهم، حتى لو مش عاوز حاجه انا عاوز يعني ايه روح معنويه اللي هم يتصلوا عليا انا اكلمهم. يعني الكابتن محمد عبد الشافي على فكره بيكلمني على طول، والكابتن احمد عبد الظاهر، يعني الكابتن احمد الظاهر اخويا يعني بصراحه ما بيسيبنيش، كل شهر لازم يكلمني. يعني نفسي ارجع تاني، وانت حضرتك شايف رجلي عامله ازاي، وانا ما اقدرش اللي انا يعني انا بروح الاكاديميه هناك يعني لو وقفت ساعه على رجلي ما بعرفش اكمل. حزين ان اصحابك ما وقفوش جنبك؟ حزين طبعا، يعني انا بكلم منهم ناس ساعات يقولوا له حاضر وطيب وما فيش حد بيكلمني بعدها. يعني انت حلمك شغل مستقر تصرف بيه على بيتك وابنك؟ طبعا انا عاوز شغل اللي هو مستقر، مش شغل ممكن يعني ممكن من نادي المنصوره ممكن من الصبح الواحد يمشي، هتبقى اكل منين واشرب منين انا وابني، وما فيش الا انا. احمد بشكرك، وان شاء الله ربنا يسهل لك امورك الفتره الجايه ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن ونورتونا هنا، ويا ريت يعني اي حد عاوز يعمل لي حاجه يساعدني يكلمني. بس انا عاوز كده بس يا كابتن. اصحابك بتوع المنتخب وبتاع المنصوره وبتاع المعلم نفسي يطمنوا عليك بس. نفسي اسم احمد عبد الحكم يرجع تاني.
ان شاء الله الفتره الجايه بوعدكم كده ان شاء الله يعني باذن الله هنقدر نعمل مسانده ومساعده لاحمد عبد الحكم ان شاء الله الفتره الجايه هنتولى يعني مشكلته باذن الله. وانا بوعد احمد على الهوا كده باذن الله هنعمل حاجه كويسه يعني الفتره الجايه باذن الله. طيب خليني اروح للاهلي والمصري. شفتوا الماتش ازاي؟ هبدا بحسام بقى عشان انت تقول لي الدنيا كانت زعلانين جدا في بورسعيد بعد الماتش اللي كان الماتش في ايدهم خلاص كان كاسبين 1-0 لغايه الدقيقه 95. هو طبعا زعلانين لان الناس حاسه ان هم تعرضوا للظلم شويه في المباراه، لكن على المستوى الفني انا شايف بصراحه الماتش يعني كان ظلم. ليه؟ ان انت حضرتك بتقول الناس زعلانه فبقول لك هم زعلانين ان هم حاسين ان هم اتظلموا تحكيميا، لكن انا على الماتش فنيا في الملعب انا شايف ان المصري عمل ماتش كبير جدا. ماشي كابتن علي ماهر لسه في بدايه ولايته صح، لسه داخل على غيابات كتير، غيابات النهارده بتتكلم في اسلام ابو سليمه مش موجود، دغموم مصاب، جريندو بيمشي، زياد كمال بيرجع من الاعاره، رجب عمران بيخلص اعارته، 7-8 لعيبه يا عبد يحيى فمعهوش دكه بدلاء اصلا كمان بره، لكن الراجل عمل جيم كبير جدا صح. عرف يلعب قدام النادي الاهلي وتقريبا دي اقل مباراه للنادي الاهلي، يعني فنيا الاهلي لو انت جيت عملت مقدار كده للماتش لا ما يكسبش الماتش في الملعب بدليل الماتش الشوط الثاني الاهلي كان احسن لما عمل بعض التغييرات مستحوذ يعني لما نزل قندوسي وبدا يعمل شويه تغييرات والاهلي كان المصري كان خلاص في معدلات جري عاليه فبدا الريتم يقع في نص الملعب تعبه بالظبط فنتج عنه طبعا خطا من جانب الياس الجلاسي يعني كوره ما لهاش اي لازمه خالص رجعت النادي الاهلي للماتش وانت حضرتك عارف النادي الاهلي لما بيخش الجيم مره ثانيه الموضوع صعب لا صح. صعب جدا بيقدر يستغله عنده حلول وعنده اوراق بيقدر ان هو يستغلها بشكل كويس جدا فانا بحيي لعيبه المصري وكابتن علي ماهر الناس شغاله بشكل جيد جدا مستر كامل ابو علي الماتش كان في ايدهم يعني في ايدهم ومش في ايدهم برضه يا كابتن بعد ما جاب الجول مروان حمدي خلاص ناقص دقيقتين والماتش ما هي كابتن الوقت الضايع الاهلي بيلعب لحد اخر دقيقه انت المعدلات اللي دخل عندك وقعت ايوه انا فاهم يعني مروان حمدي بالنسبه لي اكتر لعيب جري في المباراه ايوه النادي المصري زي ما حسام قال عندك غيابات كتير اللعيبه بدات تقع بدنيا لانه انت بتعتمد في المصري على 14 15 لعيب طول السنه ايوه على عكس النادي الاهلي عنده سكواد اكبر كبير اكتر بكتير فاعتقد انه النادي يعني النادي الاهلي نجاحه في المباراه دي كان من اللي بيعمله كولر مع اللعيبه ومن الطريقه اللي خلي بالك يعمل كده عشان يكمل الموسم خلي بالك كمان يا اسلام يعني طريقه اللعب اللي اشتغل بيها كابتن علي ماهر يعني خلت اللعيبه تعمل مجهود بدني ازيد ان انا بلعب زون ديفنس وبقفل مساحات انت محتاج جري كتير طبعا ففي لعيبه مش متعوده على الكلام ده انت بتتكلم في اربع خمس لعيبه ما بتلعبش فجأة لقوا نفسهم بيلعبوا قدام النادي الاهلي حقيقة كابتن علي ماهر قلت بصراحة جيم عالمي وان انت تفضل موجود لحد الدقيقة 92 ولا 97 بتلعب قدام النادي الاهلي اللي زي ما انت بتقول يا اسلام في روتيشن وفي اوراق بديلة بتقدر تنزل كواليتي عالي يعني قندوسي ما بيلعبش كامل قندوسي مش بيلعب مثلا ما بيلعبش باستمرار لكن نازل فايق ورجله رتمه سريع واجواء المباراة بالنسبة له مش جديدة عليه وكده لكن يعني انا لو هنتكلم على الحتة بس التحكيمية يعني انا شايف ان المصري اتظلم في الجزئيه دي بصراحه يعني الحته اللي هي التحكيميه بتاعه في انهي حته بقى اللي هي الجول الاول الجول الاول بتاع مروان حمدي الاولاني ده لو هنتكلم قانون واوفسايد مش من اوفسايد احنا كنا ممكن بنتكلم قبل الهوا شويه لكن انا شايف وجهه نظري لو هحسبها بالقانون الكره اوفسايد لو ده باش راجل شارك في الهجمه وراجل متدخل في الكوره بالشكل ده هي اوفسايد نفس الكرة دي نفس الكرة دي اتعملت في الدور الاول مع نادي الزمالك قدام الداخلية الجول بتاع سمير فتحي على الارض مالهاش علاقة كابتن الكرة في جول محركة. في جول البنك الاهلي جابه في الزمالك في الدور الثاني اتلغى واتلغى تمام لو برضه هنجيبها هتلاقي بتاع الزمالك ده ما اتلغاش ده الكرة اتحسب الجول للداخلية وتم اعتمادها يا كابتن مختلفة ان هي على الارض غير مش كرة مش على ما كابتن هي متحركة والقانون ما فيهاش دي مختلفة دي جوه ال 18 وفي اشتراك مع حارس المرمى مختلف. كابتن لا هو التلامس اي لا بص الراجل المهاجم اوفسايد ولا مش اوفسايد اوفسايد لو مشينا الكره شويه دي مختلفه ده بش هنا حتى بتاع في المصري مشارك مع الشناوي بص يا كابتن الراجل ده مشارك ولا مش مشارك ما هو الراجل مشارك في الكوره اهو ما هو الراجل شارك عمل فينت ساب الكوره هتروح لسمير فكري هو شارك ولا ما شاركش اتحرك شارك في الكوره فمنين ان انت النهارده كراجل طالع تحلل كراجل حكم كبير وعندك خبير تحكيمي وعندك قوانين بتقول ان الكره دي جول واكدت ان هي جول فبالتالي احنا لو اللي عندي في الاخراج يجيبوا لنا جول في البنك الاهلي في الدور الثاني جاب جول في الزمالك
وكانت لغة برضو نفس الكرة بتاعت مروان حمدي. فبالتالي انت النهارده طالع تحكم وتقول ان دي جول. معلش دي غير دي يا كابتن ماشي، ما هو القانون دي التاني جوه 18 ودي كرة ثابتة في زحمة وفي حارس مرمى طالع. القانون مش هيميز يا كابتن، هو ما هو هي فكرة يا كابتن انت انا لما تيجي تشبه حاجة بحاجة او تعمل مقارنة لازم يكونوا الكورتين متشابهين شوية، مش حاجات كده. ما هو انا ده موقف مختلف. انا قبل ما نطلع نتكلم انا جبت اللقطتين وقعدت قارنت بينهم، الكلام اللي اتقال هنا هو هو الكلام اللي اتقال هنا بس القرار مختلف. يعني الكلام اللي اتقال هنا في ماتش الزمالك هو هو الكلام اللي اتقال هنا، ان اللعيب متدخل واللعيب لو عمل وسوى وشارك في الكوره سواء بالتحرك او بالتلامس او ان هو يحجب الرؤيه على على الحارس المرمى او على المدافع بتتحسب اوفسايد، فهو حسبها في ماتش الزمالك. بس يا حسام معلش انا شايف اللقطه بتاعه مباراه الداخليه انت بتتكلم ما وصلش ان هو راح عند الجول كيبر، يعني ما وصلش زي الشناوي. لا هي عشان مش ماشيه فيديو، ما وصلش انه حاجه بالرؤيه او ان هو زعو تداخل. الكره لما طلعت من الياس الجلاسي ما كانش اصلا الشناوي اتحرك من تحت العرض اساسا. لا بتكلم انه وصل لعنده، يعني هو لو وصل عنده هو داخل بقى في الكوره بعد كده. انا النهارده القانون لما باجي احط القانون او القانون اللي انا بقراه من اللائحه بيقول لي ان اللعيب لازم الكوره تبقى على الارض ولا لازم الكوره تبقى عاليه، مفيش قانون. طيب انت شايف ان الكوره الجول المصري اللي جابه بتاع مروان حمدي جول؟ لا انا القانون اوف سايد بس. ما يا كابتن انا بتكلم في كوره ثانيه مشابهه يعني مشابهه، فانا لما اجي اتفرج انا بعاين. يبقى كده المصري ما اتظلمش. طيب عايز اسال، هو ده اللي انت عايز توصله؟ انت مش فاهم اقول وجهه نظري بالظبط. انا النهارده لما باجي اعتمد قرار بعتمد من الناس اللي بتطلع بتحلل، باخد منها القرار خلاص بصدق عليه، فبالتالي لما يحصل الموقف في ماتش ثاني يبقى لازم قرار يبقى هو هو القرار بتاعي ما يختلفش وكلامي ما يتغيرش، فاهم؟ لان في قانون بيحكمك. بس عايز اتكلم في نقطتين، حاجه على الاهلي وحاجه على المصري. المصري بيعمل فرقه جامده جدا، يعني بيجيب خلاص باهر المحمدي خلال ساعات بيخلصوا ب 18 مليون جنيه من الاسماعيلي. خلاص باهر المحمدي خلاص. ميدو جابر سمير فكري، محمد الشامي جابوا باك يمين برضه لعيب تحت السن افريقي عنده 19 سنه يتقعد تحت السن لعيب. وبيتكلموا كمان في رفعت وعمر كمال في مغالاه في الحته دي. واحد تاني بيتكلموا على غنام محمد. لا غنام محمد هو كابتن علي كان طالب مهند لاشين وعرف مهند راح بيراميدز، فالكابتن علي طلب. بيعملوا فرقه جامده، يعني المصري بيعمل فرقه جامده جدا. يقدر ينافس السنه الجايه ولا شايف ايه؟ المصري مفنش خامس دوري باقل امكانيات، يعني باقل. بص بقى الكوره اللي بقول لك عليها بتاعت البنك الاهلي هي اتعملت اوف سايد. لا مش هو على دي، هو مشاور على دي، هو حسب الغاء الهدف على الكوره دي. ما انا مش معترض. ما هو ده قانون، هي دي نفس الكوره بالظبط. ده قانون بس ثانيه جت جون على طول. ودي ما هو القانون بيقول ان كده دي اوف سايد. دي شويه شبيهه اكتر يا حسام بتاعت مروان ودبش اللي هي ضربه ثابته كروس باس. طيب ما عنديش مشكله، دي قانون اوف سايد بس بتكلم على ان انت الكلام يبقى واحد. طب عندي حاجه بس بسرعه تعلقوا لي عليها، تغييرات الجهاز الفني في النادي الاهلي. كابتن سيد عبد الحفيظ و دكتور احمد ابو عبله، وانا عارف ان في تغييرات اخرى هتتم في الجهاز الفني للنادي الاهلي خلال الايام القادمه. اعتقد ان مارسيل كولر ليه دور كبير جدا في التغيير ده. عايز يحط سياسه جديده والبطولات اللي هو خدها اديته قوه، وانا شايف ان هو عنده شخصيه شويه قريبه من مانويل جوزيه. حسام لا كولر طبعا، يعني مستحيل ان انا اغير جهاز، فانا ممكن اغير اداري اغير مثلا جهاز طبي بتاع، انما اغير في الافراد الجهاز الفني انا عندي برضو معلومه ان في ناس في الجهاز الفني هتطلع بره. يعني معنى كده ان لا هو الراجل اللي طلب عمر ما مجلس الاداره يفرض عليه حد، خصوصا ان اسلام بيقول بيحقق بطولات وعامل نجاحات وكده، فالامور لا يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع بقى ناخد شويه اجوان كده نهدي بيهم الاعصاب واحنا بنخلص البرنامج. هيبقى عندنا بقى شويه اهداف مانشستر يونايتد بيلاعب لانس الفرنسي برشلونه عندنا كمان برونو سافيو لاعب الاهلي جايب هاتريك في الدوري البوليفي. بس عايز اقول لحضرتك برضو حاجه، يعني معلومه مهمه، ان النادي المصري يعني شغالين في صفقه لعيب حاجه سوبر، يعني حاجه جامده جدا. لو ان شاء الله باذن الله يعني خلصوا الديل ده تبقى صفقه هتقلب يقول لك هيجيبوه مليون دولار، هتقلب الميركاتو هنا في مصر. الناس مش هتبقى مصدقه ان المصري ممكن يتعاقد مع لعيب بالامكانيات دي يعني. طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل تاني مع كابتن اسلام شكري وكابتن حسام حسن ونتفرج على بعض الاهداف بعد الفاصل ان شاء الله.
طيب خلينا نروح نستمتع كده ببعض الاهداف. انتوا عارفين دلوقتي فتره الاعداد بالنسبه للانديه الاوروبيه قبل بدايات طبعا الدوريات الاوروبيه في نص 8، الدوري الانجليزي هيبدا، الدوري الايطالي، الدوري الاسباني، الدوري الالماني، دوريات قويه جدا في اوروبا. فهنلاقي كل نادي اللي في سنغافوره في جوله اسيويه، اللي في امريكا زي ريال مدريد وبرشلونه، ليفربول كان في سنغافوره، يعني كل نادي بيبقى في جوله منها جوله تسويقيه، الانديه بتاخد فلوس والجماهير هناك كمان بتروح تتابع الماتشات وتدفع تذاكر، ومنها جوله كاعداد استعداد للموسم الجديد. بوفون حارس الايطالي طبعا العظيم اعتزل خلاص، خد قرار باعتزاله بعد 30 سنه في الجهاز بتاع كوره، لعب كوره كحارس مرمى في انديه طبعا كتيره جدا، او ما لعبش في انديه كتير، لعب في بارما، لعب في يوفنتوس وباريس سان جيرمان، ثلاث انديه فقط لكن خلال 30 سنه. فهناك في ايطاليا طبعا بيقدروك بشكل كبير، انه حارس عظيم طبعا في تاريخ ايطاليا، عنده 45 سنه وخلاص هيبطل. تم ضمه للجهاز الفني لمنتخب ايطاليا بعد الاعتزال مباشره، بقى احد اعضاء الجهاز الفني لمنتخب ايطاليا. ولكن هل هيبقى بقى مدرب حراس مرمى؟ لا، هيبقى مدير الفريق، مدير منتخب ايطاليا، مدير الرياضي وهو بتاع المنتخب. لا، مدير الفريق، وهو يمكن هم حطوه مكان فيالي، لانه فيالي انت عارف ان هو كان موجود في المنصب ده قبل ما يتوفى الله يعني. فاعتقد ان بوفون قيمه كبيره جدا وكاريزما يعني يقدر يعمل الدور بشكل يعني كبير. طبعا نابولي يطلب من الهلال السعودي نص مليار يورو في اوسمن جفارديول، مدافع كرواتي انضم الى المان سيتي، كان بيلعب في نادي لايبزيج الالماني وخطفوا بقى جوارديولا. هم النهارده اعلنوا عن الصفقه فعلا. بالظبط، هو ده اللي في جفارديول شكله وحش. مانشستر سيتي، بس تلاقي هناك المدير الرياضي هو اللي بيتصور، مع لانه خلي بالك ان هو مفيش حاجه اسمها رئيس النادي، لانه هو اللي يعمل القصه دي. هتلاقيها في انديه شويه اللي هم عندهم اللي هم بيبقى عندهم انتخابات، وكمان مش المدير الفني، لا انتخابات، زي مثلا برشلونه مثلا، فهتلاقي لابورتا بيطلع، هتلاقي في ريال مدريد بيظهروا، لكن انديه انجلترا كلها هتلاقي المدير الرياضي والمدير الفني دوره، لكن مفيش طيب رئيس النادي. برونو سافيو بقى مشي من الاهلي، تالق في بوليفيا، جايب هاتريك في مباراه لفريق بوليفار. مان يونايتد برضه تعاقد مع مهاجم دنماركي اسمه هويلاند. بالظبط، كان بيلعب في نادي اتلانتا الايطالي. ويمكن اتلانتا ده بالنسبه له عملوا ريكورد كبير جدا، لان هم اشتروه برقم بحوالي 30 او 40 مليون، دلوقتي بايعينه في سنه واحده ب 120 مليون. رقم جامد قوي. بيكسبوا عشان هو ده شكله برضه وحش. خلي بالك ان هو جاي على هالاند يعني، بس هو اسمه هويلاند. بس هالاند ده مش هيكرر. بس هالاند هالاند نرويجي، ده دنماركي. بس دايما الدول الاسكندنافيه، النرويج، السويد، الدنمارك، اجسامهم قويه. عايز اتكلم على حد عاجبني جدا يا كريم، وشايف انه نفسي بقى لعيبه مصريين يبقوا زيه كده. عبد الصمد الزلزولي، لعيب برشلونه الاسباني، لعيب مغربي، بيلعب ستاندنج، لا بيلعب ستاندنج وعنده 20 سنه. فانت بتتكلم في لعيب مغربي بيلعب في برشلونه، احنا نفس انا يعني نفسي لعيب مصري يبقى موجود في برشلونه او ريال مدريد. انا اقول لك على حاجه السنه دي، بديل ديمبلي. انا اقول لك على حاجه يا اسلام، يعني الزلزولي لعب قدام منتخب مصر، ابراهيم عادل ما يقلش عنه حاجه، بالعكس ابراهيم عادل لعيب جامد جدا يعني لو خد الفرصه والتشانس ان هو يطلع بره، ليه ما يبقاش زي الزلزولي يعني. ان شاء الله. بشكرك كابتن حسام. حبيبي يا كابتن مصر. بشكرك كابتن اسلام، نورتوني النهارده واستمتعت معاكم جدا. بشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.